بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الأعزاء، مشاهدي شاشة قناة الأهلي في كل مكان، محبي وعشاق كرة القدم ومتابعي استاد الأشبال، لقاء اليوم الأهلي مع طلائع الجيش مواليد 2003 في الجولة 19 من عمر وأحداث هذا الموسم. نتمنى أن احنا نشوف لقاء ممتع وجميل كما عودنا طبعا لاعبي النادي الأهلي اللي أمام حضراتكم في الصورة مع طاقم التحكيم اللي بيستعدوا بقى لبداية أحداث هذا اللقاء وسط هذه الأجواء المميزة هنا بملاعب الأهلي بمدينة نصر، يعني درجات حرارة معتدلة، جو جميل، جو كروي، جو حلو. عايزين نستمتع النهاردة بمباراة اليوم، ونتمنى وندعو الله أن تكون الإثارة والندية والمتعة الكروية هي الحاضرة والمتواجدة معنا في مباراة اليوم. النادي الأهلي بيدخل أحداث هذا اللقاء في المركز الأول ب 39 نقطة، لعب 19 مباراة، حقق الفوز في 12، ويعني تعادل وفوز في مباراة وتعادل وخسارة في لقاء، له 37 هدف عليه 17، وزي ما قلنا لديه من النقاط 39 نقطة في المركز الأول. أما نادي طلائع الجيش لعب 19 لقاء، حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل وفوز كان 4 لقاءات، تعادل وخسارة 4 لقاءات وهزيمة 7، له 19 عليه 22 وفي المركز 15 برصيد 24 نقطة. طبعا يمكن بنقول تعادل وفوز وتعادل وخسارة لأنه كلنا عارفين أنه اتحاد الكرة ولجنة المسابقات لقطاعات الناشئين يعني كانت استحدثت حاجة كده قبل بداية هذا الموسم، وهي ركلات الترجيح ما بعد نهاية المباراة في حال التعادل، زي ما قلنا وشرحنا مرارا وتكرارا في المرات السابقة. علشان كده دايما المباراة اللي بتنتهي تعادل بيتم لعب ركلات ترجيح بعدها، والفريق الفائز بركلات الترجيح بيحصل على نقطة إضافية بالإضافة لنقطة التعادل علشان يكون نقطتين، يعني الفوز ب3 نقاط اللي هو الفوز الطبيعي في 90 دقيقة، أما التعادل بياخد نقطة وبعدين يلعب ركلات الترجيح، إن حقق الفوز يضاف له نقطة أخرى. وطبعا دايما بنشرح وبنقول لحضراتكم علشان يكون كل السادة المتابعين وجماهير النادي الأهلي ومتابعي دوري الناشئين يعني يكونوا معانا في الصورة. مشاهدينا الأعزاء، هي لقاء اليوم بإذن الله رب العالمين الكابتن أحمد عبد الظاهر المدير الفني للنادي الأهلي اختار تشكيل مكون من مصطفى مخلوف لحراسة المرمى، إبراهيم عبد الحكيم وإسلام عبد الله وعبد الجواد عبد الرحمن ومازن أسامة رباعي خط الظهر، بيلعب أمامهم مصطفى أبو الخير وأحمد طايمة، عبد الرحمن شريف وميدو نبيل ومحمد أسامة وسمير محمد. ده تشكيل النادي الأهلي لمباراة اليوم. أما طلائع الجيش، كابتن وجيه عبد العظيم اختار تشكيل مكون من أحمد عباس لحراسة المرمى، محمد وائل ومؤمن عبد العاطي، أبو النور رمضان وحسام عوض الله رباعي خط الظهر، بيلعب أمامهم رمضان محمود ومحمد عصام وبنداري عبد السلام، إيهاب أحمد ومحمد أسامة والسيد أحمد. أما القيادة التحكيمية لمباراة اليوم، كابتن طارق مجدي اللي أمام حضراتكم على الصورة، بيعاونوا شريف عبد الله كمساعد أول وشهاب راشد كمساعد تاني. هي لحظات ونبدأ مع حضراتكم أحداث هذا اللقاء، وواضح تماما كما زي ما حضراتكم شايفين كده إنه ضربة البداية هتكون مع النادي الأهلي اللي هيكون على يمين الشاشة ونادي طلائع الجيش على يسار الشاشة. حاضر، نظبط ساعتنا مع بعض وهنبدأ مع حضراتكم المباراة. ومحمد أسامة، محمد أسامة اللي كان سجل هدفين في دوري هذا الموسم في مرمى الجونة ومرمى فاركو. بدأنا المباراة وبسم الله وعلى بركة الله، أدي الكرة الأمامية الملعوبة على حدود منطقة الجزاء منتهى الخطورة، لمسة كده بقى من سمير محمد وبداية ضاغطة، بداية أهلوية كده في بداية المباراة، يعني بكرة طولية على حدود منطقة جزاء نادي طلائع الجيش. البدايات دايما بتكون مهمة جدا عزيزي المشاهد، وتعودنا بقى مع الكابتن أحمد عبد الظاهر اللي يعني عامل موسم جيد ومتصدر لدوري هذا الموسم دوري الجمهورية مواليد 2003، ويعني الشغل الفني الرائع اللي عامله مع الفريق. توصل الكرة إلى أحمد عباس حارس مرمى نادي طلائع الجيش اللي بيهدي اللعب كده، لازلنا بقى يعني في الثواني الأولى للمباراة، بتتلعب على طول الكرة الأمامية العالية في وسط الملعب واستلام أمام حضراتكم لنادي طلائع الجيش عند أبو النور رمضان هناك ناحية الشمال،
وهنشوف بقى هنا لاعبي النادي الاهلي اللي بيعملوا الضغط في هذه اللحظات على لاعبي نادي طلائع الجيش. ترجع الكره مره تانية، ضغط بقى هنا عبد الرحمن شريف واخذ الكره. ادي عبد الرحمن، الضغط الجميل اللي عمله لاعبي النادي الاهلي في مباراه اليوم. ميدو نبيل، ميدو بيلعب الكره العرضيه عند عبد الرحمن وتمر كده في الخلف هناك الى طبعا المدافع اللي امام حضراتكم لنادي طلائع الجيش في مباراه اليوم. محمد وائل، تتلعب الكره في وسط الملعب مره تانية وتعود الكره في الخلف كده ناحيه حسام عوض الله اللي بيلعب الكره الاماميه، كره طوليه كده توصل عند حارس المرمى مصطفى مخلوف اللي بيسيبها كده ويدخل داخل منطقه جزاء ويمسك الكره قبل بقى اللاعب اللي كان امام حضراتكم منذ لحظات اللي هو السيد احمد. ترجع الكره لابو الخير، او ده مصطفى مخلوف بيلعبها هناك ناحيه اليمين عبد الجواد عبد الرحمن في الخلف مره تانية للنادي الاهلي ابراهيم عبد الحكيم، بيلعب الكره هنا ناحيه الشمال عند اللاعب اسلام عبد الله. اسلام عبد الله اللي كانت اجمل مبارياته طبعا مباراه بيراميدز، الاهلي حقق الفوز فيها بخماسيه، كان سجل هو هاتريك. ادي كره ملعوبه اماميه وفي اتجاه بقى هنا اللاعب سمير محمد، انما تصل الى حارس المرمى احمد عباس حارس مرمى نادي طلائع الجيش في مباراه اليوم. تتلعب الكره وتوصل هنا ناحيه اليمين مره تانية عند اللاعب ابو النور رمضان، بيلعبها في الخلف الى محمد وائل الى حارس المرمى احمد عباس، والضغط بقى اللي عامله لاعبي النادي الاهلي منذ بدايه احداث هذا اللقاء كده، والكره تمر بيسيبها احمد طايمه وتبقى رميه تماس لمازن اسامه. مازن بيلعب الكره في وسط الملعب، ترجع مره تانية الكره اللي هي طايمه، طايمه بيلعب الكره في الوسط كده للاعب مصطفى ابو الخير. ابو الخير بيلعب لميدو نبيل، ميدو نبيل في وسط الملعب ميدو، وبيعيد الكره في الخلف كده عند ابراهيم عبد الحكيم اللي بيلعبها بدوره الى اسلام عبد الله. ادي اسلام عبد الله والتمريره الاماميه الحلوه من اسلام خطيره، وترجع الكره على حدود منطقه الجزاء، وادي العرضيه بقى من اللاعب محمد اسامه بيلعبها وصلت هناك ناحيه اليمين عند عبد الجواد عبد الرحمن، ضغط كده من لاعبي النادي الاهلي، عبد الجواد بيحاول يعدي وترجع الكره لميدو نبيل. ادي ميدو بيحاول ميدو ولكن ضغطوا عليه لاعبي طلائع الجيش وطلعت الكره وبقت رميه تمس. رميه تمس لطلائع الجيش من ناحيه الشمال مشاهدينا الاعزاء في مباراه اليوم، بتتلعب على طول اماميه وتطلع وتبقى رميه تماس مره ثانيه، انما المره دي بقى للنادي الاهلي. لازلنا طبعا في بدايه احداث هذا اللقاء، وادي رميه التماس من ناحيه اليمين عبد الجواد عبد الرحمن للنادي الاهلي، يبدو كده انه هيلعب كره طوليه على الخط، تتلعب على طول الكره مره ثانيه، لمسه جميله كده الحقيقه من اللاعب سمير محمد بيلعبها هناك ناحيه اليمين، وادي المحاوله والعرضيه داخل منطقه الجزاء، انما بيطلع على طول دفاع نادي طلائع الجيش، وترجع الكره مره ثانيه الى خارج الملعب ورميه تماس. رمي التماس، تلعب الكره مره تانية توصل هنا ناحيه اليمين، نقلات كده من لاعبي الاهلي ودفاع من طلائع الجيش، انما تعود الكره لابراهيم عبد الحكيم. ابراهيم عبد الحكيم بيلعب الكره لاسلام عبد الله ناحيه الشمال، اسلام بيلم وبيعود للخلف كده الى حارس المرمى مصطفى مخلوف اللي طبعا لعب لمنتخب الشباب وكان تم تصعيده للدرجه الاولى، حارس مرمى صغير السن كده ولكن موهبه. تتلعب الكره اماميه حلوه، وادي ميدو بيلعبها حلوه وخطره وطعيمه وتصويبه، انما تصطدم وترجع الكره مره تانية، ودي خطره، لمسه حلوه، لمسه حلوه اخذها كده بالكعب في السكه، ولكن تمر بقى الكره الى خارج الملعب وتطلع وتبقى ركله مرمى عبد الجواد عبد الرحمن امام حضراتكم، وفرصه خطيره للنادي الاهلي في بدايه احداث المباراه، ولكن تمر بقى بجوار القائم الايمن لحارس المرمى احمد عباس وتطلع وتبقى ركله مرمى في هذه اللحظات لنادي طلائع الجيش. ادي الاعاده وادي التصويبه وادي اللعبه، وشوف يعني تمر كده ب يعني سنتيمترات قليله بقى بجوار المقص للحارس اللي هو احمد عباس، وتطلع الكره الى خارج الملعب وتبقى ركله مرمى. طبعا هنا اصابه في بدايه احداث هذا اللقاء للاعب نادي طلائع الجيش في مباراه اليوم اللي بنتمنى له السلامه ويقوم ويكمل المباراه. طبعا مباريات الجوله 19 اللي هي بتتلعب دلوقتي واللي منها لقاء الاهلي مع طلائع الجيش لامام حضراتكم، الاتحاد بيلتقي السد باسوان، انبي مع الجونه، غزل المحله مع طنطا، سيراميكا مع بتروجيت، وزد مع سموحه، فيوتشر مع الاسماعيلي، القناه مع الزمالك، والمقاولون العرب مع بيراميدز، السد باسوان مع فاركو، والمصري مع بلديه المحل. نادي الاهلي اللي لديه اقوى هجوم في دوري هذا الموسم مشاهدينا الاعزاء، دوري الجمهوريه مواليد 2003 كانوا سجلوا لاعبي النادي الاهلي 37 هدف، الاهلي بيمتلك رقمين كويسين جدا في دوري هذا الموسم، يعني اقوى هجوم 37 هدف واقوى دفاع بالاشتراك مع نادي المقاولون العرب
في دوري هذا الموسم. اما اضعف بقى هجوم كان نادي السد باسوان، وسجلوا 12 هدف فقط في 19 جوله. اضعف دفاع كان الجونه، وتلقت شباكه 39 هدف. السد باسوان تلقت شباكه 33 هدف، الاسماعيلي تلقت شباكه ايضا 33 هدف، وبيراميدز تلقت شباكه 30 هدف في مباراه اليوم. ادي بعض الاعداد بقى، وادي الكوره بتاعه طعيمه اللي سدد ولكن اصطدمت بلاعبي نادي طلائع الجيش، ومره تانية كانت تصويبه بقى من اللاعب عبد الجواد عبد الرحمن اصطدمت وغيرت اتجاهها ومشيت كده الى خارج الملعب وطلعت وبقت ركله مرمى في اللقطه اللي كانت امام حضراتكم منذ لحظات. قام الحمد لله سليم لاعب نادي طلائع الجيش وخرج كده بعد تلقي العلاج، وان شاء الله ينزل بعد ما يتلقى الاذن من حكم اللقاء كابتن طارق مجدي. وركله المرمى في مباراه اليوم لصالح الحارس احمد عباس. احمد عباس هيلعب ركله المرمى، بيلعب الكره الاماميه العاليه. طبعا السقوط لمدافع نادي طلائع الجيش في اللقطه الماضيه يعني كسر رتم المباراه شويه، رغم ان احنا لسه في بدايه اللقاء، انما ترجع الكره هناك ناحيه الشمال، نقلات كده من لاعبي نادي طلائع الجيش في مباراه اليوم، واحده والتانيه وتتلعب على طول اماميه وتوصل مره اخرى للجيش. وادي الهجمه الخطيره والمحاوله يعني الراجل بيعدل كده وبيسدد، تصويبه خطره جدا بقى من اللاعب بنداري عبد السلام، ولكن تصل الى مصطفى مخلوف حارس المرمى. شوف بقى لاعبي طلائع الجيش نقلوا الكره في بشكل جيد من ناحيه الشمال، وادي التصويبه وتصل الكره بقى الى حارس المرمى مصطفى مخلوف. والاعداد مع مخرجنا بقى استاذ محمد الدكروري. ترجع الكره هناك ناحيه اليمين مره ثانيه للنادي الاهلي، عبد الجواد عبد الرحمن بيلعب الكره في وسط الملعب لميدو نبيل. ميدو عايز يشمس كده الراجل وبيلعبها، انما ترجع له مره ثانيه ياخدها في وسط الملعب لاعبي النادي الاهلي عن طريق اللاعب مصطفى بالخير، وتعود الكره في الخلف عند اسلام. اسلام بيلعب الكره في الوسط كده لطعيمه، طايمه بيلعب لميدو. شوف ميدو نبيل متحرك في كل ارجاء الملعب، وترجع الكره مره تانية ناحيه الشمال للنادي الاهلي عند اللاعب مازن اسامه اللي بياخد فاول في هذه اللقطه من اللاعب ابو النور رمضان لاعب نادي طلائع الجيش وحكم اللقاء طبعا كابتن طارق مجدي. كره اماميه ابراهيم عبد الحكيم بيلعبها هناك ناحيه اليمين، وترجع الكره الى ميدو نبيل. ميدو نبيل بيحاول يعدي في وسط الملعب، واحد من اللعيبه المتالقين جدا في هذا الموسم في وسط الملعب الخاص بالنادي الاهلي، وسجل 6 اهداف بالمناسبه. يعني جميل جدا انك تشوف لاعب في وسط الملعب بيسجل اهداف، ولاعيبه مدافعين ايضا بيسجلوا اهداف. عندك ابراهيم عبد الحكيم مسجل 3 اهداف، ميدو نبيل مسجل 6 اهداف، علي نادر اللي بيغيب النهارده عنده 7 اهداف، واللاعب سمير محمد لديه ايضا 7 اهداف. يعني في تنوع كده في التهديف من لاعبي النادي الاهلي على مستوى كل المراكز، خلي بالك يعني مش ناقص بس غير انه مصطفى مخلوف هو اللي يسجل 11 لاعب سجلوا ال 39 هدف في دوري هذا الموسم او 37 هدف. ترجع الكره مره تانية هناك ناحيه اليمين، تتلعب في وسط الملعب وتتقطع على طول وتصل للاعب محمد اسامه. اماميه من لاعبي نادي طلائع الجيش هناك ناحيه اليمين والانطلاقه في هذه اللحظات، ولكن تمر الكره الى خارج الملعب وتطلع وتبقى رمي التماس في مباراه اليوم مشاهدينا الاعزاء. رمي التماس عند اللاعب محمد عصام، انما طلعت وبقت رمي التماس للنادي الاهلي، هيلعبها عبد الجواد عبد الرحمن. عبد الجواد عبد الرحمن بيلعبها لابراهيم عبد الحكيم اللي بيلعب الكوره لاسلام عبد الله. اسلام يتقدم للامام اسلام، وبنلعب في الدقيقه العاشره من بدايه احداث هذا اللقاء، ولا زال التعادل السلبي بدون اهداف. ادي انطلاقه للنادي الاهلي، تتلعب الكوره عند طعيمه. طعيمه اخذ كوره بقى اللاعب مازن اسامه ولعبها على طول هنا امامنا محمد اسامه. ترجع الكوره ناحيه الشمال عند مازن. مازن بيلعب الكرة لسمير محمد اللي بيتحرك كده ويهرب من الرقابة على حدود منطقة الجزاء، إنما تعود الكرة مرة تانية للاعب إسلام عبد الله. إسلام عبد الله في وسط الملعب لطعيمة. طعيمة بيفتح الملعب هنا حلوة ناحية شمال عند مازن أسامة. مازن أسامة بيلعب كرة بينية حلوة، واحدة والتانية كده أخدها ولكن طولت وطلعت وبقت رمي التماس. حاول بقى اللاعب مصطفى أبو الخير، إنما الكرة كانت طويلة شوية وطلعت وبقت رمي التماس من ناحية اليمين لنادي طلائع الجيش في مباراة اليوم. رمي التماس للجيش أمام حضراتكم اللاعب أبو النور رمضان، ورمية التماس لنادي طلائع الجيش من ناحية اليمين بتتلعب على طول أمامية عالية. وادي اللمسة بقى الرأسية من طعيمة. طعيمة في وسط الملعب وتوصل الكرة كده للاعب السيد أحمد. وادي كرة أمامية من حسام عوض الله، نقلة كده في وسط الملعب عند اللاعب محمد عصام، ولكن الضغط بقى أمام حضراتكم هنا. محمد أسامة بيحاول، وترجع الكرة مرة تانية لنادي طلائع الجيش. نقلات، إنما يا ولد يا لعيب يا عبد الجواد بيقطع وبيلعب الكرة الأمامية عالية ومعدية للنادي الأهلي. وادي المحاولة هنا من اللاعب عبد الرحمن شريف
انما ترجع من سمير لشريف، شريف وهجمه خطيره للنادي الاهلي، استلام بشكل جيد طايمه، بيلعب كره بينيه عبد الرحمن شريف داخل منطقه الجزاء، وامام بقى انظار حكم اللقاء، امام انظار حكم اللقاء كابتن طارق مجدي اللي ما اداش حاجه واشار باستكمال اللعب في اللقطه الماضيه. ترجع الكره مره تانية، هجمه خطر جدا للاهلي اللي فاتت دي، ولكن الكره تمر الى خارج الملعب وتطلع وتبقى رمي تمس. ادي الاعاده، وادي الراجل استلم، وادي بقى حاول يعدي، ويعني امام حضراتكم اللقطه. طبعا بنسيب الكلام ده للكباتن بقى، الكابتن اسامه حسني والكابتن محمد حشيش والدكتور احمد ثابت في الاستوديو التحليلي يتكلموا طبعا عن اللقطات التحكيميه. نتمنى الحقيقه كل التوفيق طبعا لطاقم التحكيم والكابتن طارق مجدي وشريف عبد الله وشهاب راشد على يعني ان يدوا العداله للفريقين النهارده في مباراه اليوم. تحكيم عنصر مهم جدا طبعا من عناصر كرة القدم مشاهدينا الأعزاء، ويمكن الكابتن أسامة حسني كان بيشيد أيضا بأداء الكابتن طارق مجدي في مباراة الأهلي والزمالك اللي الأهلي حقق فيها الفوز بهدف بقى بلس 90 ماركة مسجلة لنادي الأهلي الحقيقة سجله اللاعب بتاعها. ترجع الكرة مرة تانية، قد انطلاقة من ناحية الشمال ومحاولة مرة تانية لنادي طلائع الجيش، ولكن الكرة تمر إلى خارج الملعب وتطلع وتبقى رمية تماس من ناحية الشمال. أدي أمامنا بقى اللاعب عبد الرحمن شريف، لديه 3 أهداف في دوري هذا الموسم، سجل في بلدية المحلة وفي الجونة وطنطا، ويسعى أيضا لإضافة الهدف الرابع ليه على المستوى الشخصي في مباراة اليوم مشاهدينا الأعزاء، وإنه يسجل بقى في مرمى طلائع الجيش. لازلنا نبحث عن الهدف الأول في مباراة اليوم مشاهدينا. ترجع الكرة مرة تانية على حدود منطقة الجزاء، وركلة حرة جاي من مكان مميز بقى للاعبي النادي الأهلي، ركلة حرة من مكان كويس، ركلة حرة في مباراة اليوم مشاهدينا الأعزاء لصالح النادي الأهلي. ركلة حرة للنادي الأهلي من مكان مميز، هنشوف بقى ممكن تتلعب عرضيه كده. وادي امامنا بقى اللاعب اسلام عبد الله، لاعب مميز ولاعب من اللعيبه اللي بتجيد العاب الهواء ميدو نبيل، وامامنا هنا بقى اللاعب مازن اسامه، الاثنين على التنفيذ، يا ترى مين هينفذ؟ هنشوف ميدو ولا مازن. وركله حره للنادي الاهلي، هل بقى في جمله محفظها لهم كده كابتن احمد عبد الظاهر؟ هنشوف هنشوف. على طول ميدو نبيل بيلعب العرضيه داخل منطقه الجزاء، وادي المحاوله من طعيمه، ولكن بيطلع دفاع طلائع الجيش، وترجع الكرة مرة تانية ناحية اليمين، وادي اللمسة واحدة والتانية كده من لاعبي النادي الأهلي، تتلعب على طول الكرة أمامية وتمر إلى خارج الملعب وتطلع وتبقى رمية تماس من ناحية اليمين مشاهدينا الأعزاء في مباراة اليوم. رمية تماس للنادي الأهلي من ناحية اليمين، رمية تماس للنادي الأهلي هيلعبها عبد الجواد عبد الرحمن، بيلعبها وتصل الكرة مرة تانية إلى لاعبي النادي الأهلي إبراهيم عبد الحكيم. ابراهيم بيلعب الكره الاماميه العاليه ومعديه كده في اتجاه اللاعب عبد الرحمن شريف، انما اتقطعت ووصلت مره ثانيه للاعبي طلائع الجيش عن طريق اللاعب رمضان محمود في وسط الملعب، ومحاوله وانطلاقه من اللاعب السيد احمد، ولكن الكره تمر الى خارج الملعب وتطلع وتبقى رمية تماس للنادي الاهلي. اتلعبت وطلعت الكره مره ثانيه للنادي الاهلي من ناحيه اليمين، عبد الجواد بيلعب الكره لمحمد اسامه اللي بيلعب كره عرضيه عاليه خطيره، وادي اللمسه خطره خطره، يلا طعيمه، وادي طعيمه بقى داخل منطقه الجزاء والاستلام، ولكن ترجع الكره، ادي الضغط بقى من لاعبي النادي الاهلي عايزين يسجلوا هدف في الربع ساعه الاول، خلاص يعني بنلعب في الدقيقه 15 وربع ساعه اول من احداث هذا اللقاء، ضغط من النادي الاهلي ودفاع من نادي طلائع الجيش في مباراه اليوم. لازلنا نبحث بقى عن استطلاع هلال التهديف في سماء اللقاء. تتلعب الكره في وسط الملعب، ميدو نبيل بيلعبها في الخلف مره ثانيه، عبد الجواد استلام، ابراهيم عبد الحكيم، ابراهيم بيلعب الكره الى اسلام، اسلام عبد الله بيلعب الكره، اسلام عبد الله اماميه في وسط الملعب كده، نقلات من لاعبي النادي الاهلي في مباراه اليوم، ترجع لابراهيم عبد الحكيم اللي بيلعب الكره في وسط الملعب لامامنا بقى هنا اللاعب مصطفى ابو الخير، مصطفى ابو الخير لاسلام، اسلام بيلعب الكره الاماميه الحلوه، وادي بقى التفويته عايز يعديها كده بقى اللاعب محمد اسامه في اللقطه الماضيه، انما ترجع الكره لمحمد اسامه مره ثانيه، وادي هجمه خطيره للنادي الاهلي، ميدو نبيل بيلعب كره داخل منطقه الجزاء، وادي سمير محمد، سمير محمد هو لف وسطه، ولكن يعني وضعيه بقى جسمه كانت صعبه شويه، والكره اللي فاتت دي هجمه خطر للنادي الاهلي، وبيخرج الكره بقى امامنا حارس المرمى احمد عباس، علشان في لاعب ايضا مصاب من لاعبي نادي طلائع الجيش في مباراه اليوم. ادي امامنا الاعاده، وادي الاستلام، وادي اللف والدوران، والمحاوله بقى هنا من اللاعب
لاعب النادي الاهلي سمير محمد هداف الفرقه اللي عنده 7 اهداف، ولكن كان يعني متداخل مع بقى اللاعب مؤمن عبد العاطي اللي واقع على ارض الملعب لاعب نادي طلائع الجيش اللي بنتمنى له السلامه ان شاء الله يقوم ويكمل المباراه، ونتمنى ان احنا نشوف يعني الريتم يكون سريع شويه من اللعيبه داخل ارض الملعب. ادي امامنا الاعاده، وادي بقى الكوره البينيه الجميله من اللاعب ميدو نبيل. خلي بالك ميدو نبيل بيلعب يعني صانع لعب مميز جدا، وبيدي اسيستات وكور رائعه كده جدا بينيه كده لزملائه في ارض الملعب. ادي امامنا حارس المرمى احمد عباس. أحمد عباس حارس المرمى. الكرة فين لماموس؟ ركلة مرمى للنادي طلائع الجيش أو رمية تماس من ناحية اليمين للنادي الأهلي بعد ما كان خرجها بقى أحمد عباس حارس المرمى. وأدي لاعبي النادي الأهلي بمبدأ الروح الرياضية الجميلة الحقيقة والمميزة بيعيدوا الكرة إلى حارس المرمى أحمد عباس حارس مرمى نادي طلائع الجيش. تتلعب على طول كرة أمامية، وادي إبراهيم عبد الحكيم، ولكن تمر الكرة أو تصل بقى هناك ناحية اليمين عند اللاعب ميدو عبد الجواد. بيلعب الكرة لإسلام عبد الله ناحية الشمال. ادي إسلام عبد الله يتقدم للأمام. إسلام وعدى بشكل جيد جدا. إسلام بيلعب التمرير الأمامية، عايز يلعب بقى الكرة في اتجاه اللاعب سمير محمد، إنما دفاع طلائع الجيش عن طريق اللاعب محمد وائل بيخرجوا الكرة بعيدا عن منطقة الخطورة. ترجع النادي الأهلي مصطفى بالخير، بيفتح الملعب هناك ناحية اليمين عند إبراهيم عبد الحكيم. آدي إبراهيم عبد الحكيم بيتقدم الأمام وبيلعب الكرة البينية الأمامية في اتجاه اللاعب عبد الرحمن شريف، ولكن على طول الكرة تعود إلى اللاعب حسام عوض الله لنادي طلائع الجيش. وآدي التمريرة الأمامية وكرة كده ملعوبة، إنما في فاول لصالح نادي طلائع الجيش، ركلة حرة لنادي طلائع الجيش في مباراة اليوم مشاهدينا الأعزاء. من ناحية الشمال بتتلعب على طول أمامية عالية من اللاعب محمد عصام، هنا ناحية اليمين مؤمن عبد العاطي بيحاول مؤمن وبيلعب الكرة في وسط الملعب لرمضان محمود. رمضان بيلعب الكرة الأمامية العالية، ولكن التغطية الدفاعية من اللاعب إسلام عبد الله. ترجع الكرة مرة تانية لطلائع الجيش على حدود منطقة الجزاء، ولكن تدخل بقى من اللاعب مصطفى أبو الخير. ترجع الكرة هناك ناحية الشمال لصالح نادي طلائع الجيش، وتمر الكرة إلى خارج الملعب وتطلع وتبقى رمية تماس عند اللاعب رمضان محمود ورمية تماس لنادي طلائع الجيش من ناحية الشمال. الكرة طبعا لما بتستمر أطول فترة وأكبر فترة ممكنة داخل المستطيل الأخضر ده بيكون ممتع للمشاهد. أدي انطلاقة من ناحية اليمين وتتلعب الكرة، ولكن إبراهيم عبد الحكيم بيعني حماس في اللقطة الماضية كده بينزل على الأرض وبيطلع الكرة إلى خارج الملعب، تبقى رمية تماس لنادي طلائع الجيش من ناحية الشمال. رمية تماس للجيش بتتلعب على طول أمامية، وأدي الاستلام على حدود منطقة الجزاء، والمحاولة في هذه اللحظات عند اللاعب السيد أحمد بيلعبها في الخلف عند إيهاب. إيهاب بيحاول يعدي إيهاب، ولكن بقى ضغط عليه مصطفى بالخير ورجعت الكرة للجيش، ولكن إبراهيم عبد الحكيم بيطلع وبيلعب الكرة الأمامية والهجمة كده في اتجاه اللاعب عبد الرحمن شريف، وتمر الى خارج الملعب وتطلع وتبقى رميه تماس خرجها من قدامه بقى اللاعب حسام عوض الله ورميه تماس. امامنا بقى الجهاز الفني لنادي طلائع الجيش، وادي رميه تماس من ناحيه اليمين عبد الجواد عبد الرحمن للنادي الاهلي. وصلنا لثلث ساعه مشاهدينا الاعزاء، مشاهدي شاشه قناه الاهلي في كل مكان، ولا زال التعادل السلبي بدون اهداف بين الاهلي وطلائع الجيش في اطار الجوله 19 لدوري الجمهوريه مواليد 2003. تتلعب الكرة أمامية، أدي هجمة خطرة ولكن في تسلل في أوفسايد، راية وصفارة، ركلة حرة غير مباشرة على اللاعب مؤمن عبد العاطي لصالح النادي الأهلي. تتلعب على طول، وكان أمامنا أيضا لقطة على الجهاز الفني للنادي الأهلي. إبراهيم عبد الحكيم بيلعبها لعبد الجواد لإبراهيم مرة تانية، بداية تحضير كده الهجمة للنادي الأهلي. توصل الكرة ناحية الشمال عند اللاعب إسلام عبد الله. اسلام عبد الله بيلعب التمرير الاماميه، وادي المحاوله واللمسه بقى على حدود المنطقه، وركله حره من مكان جيد، ركله حره من مكان مميز في المواجهه كده مشاهدينا الاعزاء. وادي امامنا بقى اللاعب سمير محمد بيحصل على ركله حره من حكم اللقاء كابتن طارق. ادي امامنا بقى سمير محمد في اللقطه الماضيه بياخد فاول وركله حره من مكان مميز جدا للنادي الاهلي. ركلة حرة من مكان مميز للنادي الأهلي في مباراة اليوم مشاهدينا الأعزاء. هنشوف بقى هيستغلوها ازاي
في مباراة اليوم. ادي امامنا اللاعب ميدو نبيل وطايمة، الاثنين واقفين على الكورة. ميدو نبيل دايما بيلعب بقى ومتخصص في الالعاب والركلات الثابتة، وادي احمد عباس بيظبط الحائط. هنشوف بقى ميدو نبيل ولا احمد طايمة ممكن تتسدد في جملة حلوة. جملة جميلة، جملة جميلة اتلعبت كده في اللقطة الماضية وذكرتنا بقى بكأس الأمم الإفريقية 98، بمناسبة بقى إن المنتخب هيلعب، والكرة الجميلة اللي اتلعبت ما بين الكابتن حازم إمام والكابتن طارق مصطفى والكابتن حسام حسن. ترجع الكرة، كل التوفيق والأمنيات الطيبة للمنتخب الوطني بإذن الله في الحصول على كأس الأمم الإفريقية وبطولة الكان بإذن الله، ربنا يوفق منتخب مصر. أدي بقى الهجمة وأدي اللعبة والشغل بقى في اللقطة الماضية، ولكن يعني ما ظبطتش، إنما الفكرة حلوة من لاعبي النادي الاهلي. ترجع الكره هناك ناحيه اليمين، استلام من اللاعب سمير محمد، سمير بيحاول يعدي سمير، وترجع الكره في الخلف مره اخرى لحسام عوض الله اللي بيشتت وبيطلع الكره اماميه عاليه، وتصل الكره بلمسه راسيه كده من لاعبي النادي الاهلي. وادي الهجمه في وسط الملعب، ضغط على طول بيعمله لاعبي النادي الاهلي، عايزين يستعيدوا الكره الثانيه، جابوها. وادي ميدو نبيل، ميدو عدى، ميدو لعب الكره هناك ناحيه الشمال، وادي طايمه بيحاول يعدي، اخذها طايمه ولكن يعني الكره كانت قصيره شويه ورجع وجابها، والله عمل مجهود كويس طايمه، برافو يا طايمه. ادي امامنا بقى هنا اللاعب محمد اسامه، هو اللي قطع الكره محمد اسامه. بترجع الكره من اسلام لمحمد اسامه مره ثانيه، اسلام عبد الله، اسلام عبد الله في وسط الملعب، استلام من طايمه، طايمه بيلعب الكره هناك ناحيه شمال عند اللاعب مازن اسامه، بيلعب كره عرضيه حلوه وجول. الهدف بقى الاول في مباراه اليوم، ادي الهدف الاول في احداث هذا اللقاء، لعبه راسيه من اللاعب عبد الرحمن شريف في المره الاولى، والمتابعه بقى في المره الثانيه، والهدف الاول للنادي الاهلي في مباراه اليوم، الهدف الاول للنادي الاهلي في مباراه اليوم مشاهدينا الاعزاء، بلعبه راسيه جيده ولعبه راسيه رائعه وجول 1-0 للنادي الاهلي. مازن اسامه لعب الكره العرضيه، عبد الرحمن شريف في المره الاولى، وادي بقى سمير محمد في المره الثانيه، وبيسجل سمير محمد في مباراه اليوم مشاهدينا الاعزاء الهدف الثامن ليه على المستوى الشخصي، والهدف الاول للنادي الاهلي في مباراه اليوم. يا عيني على الجمال، سمير محمد بابا المجال بيسجل هدف اول للنادي الاهلي في مباراه اليوم. ادي العرضيه النموذج، وادي بقى اللعبه الراسيه الحلوه من عبد الرحمن شريف، وحارس المرمى احمد عباس يعني تصدى في المره الاولى بشكل جيد، ولكن المتابعه من اللاعب سمير محمد في المره الثانيه اللي سجل بقى الهدف الاول في مباراه اليوم لصالح النادي الاهلي في احداث هذا اللقاء. اذا سمير محمد يتقدم للاهلي بالهدف الاول في مباراه اليوم، هدف اول مستحق الحقيقه، لان النادي الاهلي سيطر على المباراه ووصل اكتر من مره، وشفنا بقى التنفيذ للركله الحره اللي كانت منذ لحظات، وبعدها بقى الكرة العرضية النموذج، إنما كرة عرضية حلوة قوي من اللاعب مازن أسامة من ناحية الشمال، يعني عرضية متميزة ولعبة رأسية من اللاعب عبد الرحمن شريف، ومرة تانية تصدي من حارس المرمى أحمد عباس، وسمير محمد عمل المتابعة وسجل الهدف الأول بلعبة رأسية علشان يتقدم الأهلي بالهدف الأول في مباراة اليوم مشاهدينا في أحداث هذا اللقاء. انما هدف ثامن للاعب سمير محمد اللاعب الهداف، كده بيتفوق بقى على زميله علي نادر، منافسه صحيه ما بين الاثنين لعيبه الحقيقه، علي نادر واللاعب سمير محمد، لكل لاعب منهم كان سجل 7 اهداف قبل احداث هذا اللقاء، ولكن سمير اضاف بقى الهدف الثامن في مباراه اليوم، وعلي نادر يغيب للاصابه. ترجع الكره في وسط الملعب، ادي الاستلام محمد عصام، وعلى طول حكم اللقاء بيدي فاول لصالح نادي طلائع الجيش في مباراه اليوم، ركله حره لطلائع الجيش. تتلعب الكرة هنا ناحية اليمين عند اللاعب محمد أسامة، بيلعبها في الخلف، وادي الضغط بقى أمامنا اللاعب سمير محمد، لاعب هداف ولاعب مميز، وشوف التحرك بقى والتواجد داخل منطقة الجزاء الاثنين اللي هم عبد الرحمن شريف واللاعب محمد أو سمير محمد في قصة بقى الهدف الأول اللي سجله وتقدم به النادي الأهلي في مباراة اليوم. ترجع الكرة مرة تانية، ميدو نبيل بيلعب كرة بينية حلوة، الهدف بقى والأهداف بتعلي الروح المعنوية وبتخلي اللعيبة يعني تلعب وهي بنفسية كويسة ويكونوا مرتاحين كده. أدي كرة عرضية خطرة جدا ومحاولة للنادي الأهلي، وتمر الكرة إلى خارج الملعب وتطلع وتبقى ركلة ركنية من ناحية اليمين، ركلة ركنية من ناحية اليمين لصالح النادي الأهلي اللي أصبح متقدم بهدف مقابل لا شيء على نادي طلائع الجيش، ورايح على طول مازن أسامة. مازن أسامة صاحب العرضية الجميلة، صاحب العرضية الحلوة الحقيقة في الهدف بقى اللي سجل للنادي الأهلي. أدي بقى أمامنا اللاعب مازن أسامة رايح برضه علشان يلعب بقى الركلة الركنية من ناحية اليمين المرة دي بالقدم اليسرى. هل يكون بقى يعني في عرضية مازن أسامة النهارده، هيكون عرضيات مازن اسامه هي كلمه سر ولا ايه؟ هنشوف. ادي الكره العرضيه مره تانية خطر، ابراهيم عبد الحكيم مكمل، وتمر الكره الى خارج الملعب ركله ركنيه مره تانية للنادي الاهلي.
ابراهيم عبد الحكيم اللي حاول في اللقطه الماضيه وطلع من قدام الكره الدفاع طلائع الجيش الى خارج الملعب. ابراهيم ده عنده 3 اهداف، اللي هو اللاعب اللي بيلعب كقلب دفاع للنادي الاهلي، قلب دفاع ولديه 3 اهداف، يعني لعيب مدافع ولعيب هداف، وكان عنده فرصه يضيف الهدف الرابع في اللقطه الماضيه. ركله ركنيه للنادي الاهلي، محمد اسامه بيلعب الكره العرضيه العاليه داخل منطقه الجزاء وبيطلع المره دي دفاع نادي طلائع الجيش، وتمر الكره الى خارج الملعب وتطلع وتبقى رميه تماس من ناحيه اليمين، رميه تماس من ناحيه اليمين للنادي الاهلي، هيلعبها على طول اللاعب عبد الجواد عبد الرحمن، بهدي اللعب تماما عبد الجواد، عبد الجواد بيلعب الكره لميدو، ميدو نبيل اللي بيعيد الكره في الخلف مره ثانيه لابراهيم عبد الحكيم، ابراهيم عبد الحكيم بيلعب الكره لاسلام عبد الله ناحيه شمال اسلام، اسلام عبد الله بيفتح الملعب للاعب مازن اسامه، ادي مازن اسامه، مازن بيلعب لاسلام مره ثانيه، اسلام بيلعب لابراهيم عبد الحكيم، ابراهيم عبد الحكيم، ابراهيم عبد الحكيم واللاعب اللي هو اسلام عبد الله الاثنين دول مسجلين 6 اهداف ما شاء الله يعني. تتلعب الكره مره ثانيه، وادي بقى طايمه بيلعب من لمسه واحده كده في اتجاه اللاعب سمير محمد، انما اتقطعت ووصلت الكره في وسط الملعب للاعب رمضان محمود لنادي طلائع الجيش. بنداري عبد السلام بيحاول ناحيه الشمال لنادي الطلائع، وادي امامنا بقى الكره تتلعب، والضغط اللي عامله لاعبي النادي الاهلي علشان يغلطوا لاعبي طلائع الجيش ويحاولوا ان هم يستعيدوا الكره بسرعه، اتلعبت على طول اماميه ومحاولات من نادي طلائع الجيش للتقدم بالكره، انما الضغط اللي عامله لاعبي النادي الاهلي بياخدوها، انما حكم اللقاء بيدي فاول لنادي طلائع الجيش. ركله حره لنادي طلائع الجيش في مباراه اليوم مشاهدينا الاعزاء. شفنا بقى الموسم الجيد والموسم المميز جدا للنادي الاهلي الحقيقه، ثالث عالم الانديه وفوز كبير على الاتحاد السعودي 3 وفوز على الهلال في السابق، يعني الاهلي تخصص السعوديه الحقيقه، حاجه جميله جدا النادي الاهلي وكاس العالم الانديه والبرونزيه بقى وبطوله الفوز ببطوله السوبر وجوائز الاتحاد الافريقي، والاهلي افضل نادي في قاره افريقيا للمره السادسه في تاريخه، ودايما الاهلي يعني نادي القرن بقى والنادي الكبير، وايضا على مستوى العاب الصالات الحقيقه الاهلي محتكر كل الالعاب، وحاجه جميله جدا مع مجلس بقى الاداره بقياده النجم والاسطوره الكابتن بيبو والكابتن محمود الخطيب. ادي انطلاقه بقى من ناحيه اليمين النادي الاهلي، عرضيه عاليه خطره، يا ولد يا ولد يا ولد، عبد الرحمن شريف بقى بيسجل المره دي، عبد الرحمن شريف بيسجل الهدف الرابع ليه على المستوى الشخصي والتاني للنادي الاهلي في مباراه اليوم، عرضيه حلوه، شوف بقى التنوع وشوف العرضيات اللي من الشمال والعرضيات اللي من اليمين، وعبد الرحمن شريف بيسعد العشاق والمتابعين وكل جماهير النادي الاهلي، ادي العرضيه من مازن، المره دي بقى ميدو نبيل لاعب العرضيه، وادي عبد الرحمن شريف يا ولد يا لعيب، شوف الارتقاء وشوف اللعبه وشوف الراسيه وشوف الجمال، وهدف رائع جدا للنادي الاهلي في مرمى احمد عباس، في مرمى احمد عباس. حاول في اللقطة الأولى الحقيقة اللاعب عبد الرحمن شريف في قصة الهدف الأول والحارس أحمد عباس تصدى ليه، إنما المرة دي بقى عبد الرحمن شريف يا ولد يا ولد يا ولد، حلوة 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 وصعبة جدا على حارس المرمى أحمد عباس، لأن الكرة يعني قريبة جدا منه، فردة الفعل بتاعته هتكون صعبة جدا، إنما هدف تاني للنادي الأهلي في مباراة اليوم. الأهلي أصبح 2 على طلائع الجيش، ويعني بنلعب في الدقيقة 29 من عمر وأحداث الشوط الأول، نصف ساعة والاهلي اصبح متقدم بهدفين مقابل لا شيء. وادي كابتن طارق بيدي ركله حره في احداث هذا اللقاء لصالح نادي طلائع الجيش من على حدود منطقه الجزاء. نادي طلائع الجيش بقى والركلات الثابته، وطبعا يمني النفس المدير الفني بتاعهم وجيه عبد العظيم بانهم يستغلوها. ادي اللقطه وادي الاعاده وادي التمرير المرور الرائع في اللقطه الماضيه الحقيقه هنا من اللاعب محمد عصام، والتدخل من اللاعب مازن اسامه، وركله حره لنادي طلائع الجيش. وجيه عبد العظيم يقول لك لو نقدر بقى نستغلها ونسجل يعني نقرب النتيجه شويه. على الجانب الاخر جماهير النادي الاهلي وكل عشاق ومحبي النادي الاهلي يقول لك تعدي على خير، ادي ركله حره مصطفى مخلوف امام حضراتكم حارس المرمى، والركله الحره لنادي طلائع الجيش في احداث هذا اللقاء. حسام عوض الله بتتلعب على طول ولكن الى خارج الملعب، واتلعبت بشكل مباشر كده في اتجاه المرمى انما تمر بعيدا عن القائم الايمن لمرمى الحارس مصطفى مخلوف في مباراه اليوم، وتطلع وتبقى ركله مرمى في احداث هذا اللقاء. ادي امامنا الاعاده وادي اللقطه وادي الكوره والى خارج الملعب، وطلعت وبقت ركله مرمى في مباراه اليوم مشاهدينا الاعزاء. نادي الاهلي اللي قلنا لحضراتكم بيتصدر جدول ترتيب المسابقه 39 نقطه، وايضا نادي سيراميكا لديه 39 نقطه، انبي لديه 38 والمقاولون 36 والزمالك في المركز الخامس 35 نقطة. ادي كرة خطرة داخل منطقة الجزاء واستلام من سمير، سمير محمد بيلعب الكرة مرة ثانية
لمصطفى بالخير بيحاول يلعب الكره هناك ناحيه الشمال عند اللاعب مازن اسامه، انما ضغط وجابها على طول لاعبي النادي الاهلي مره ثانيه، استعادوا الكره وتعود في الخلف كده عند اللاعب اسلام عبد الله. اسلام عبد الله بيلعبها لابراهيم عبد الحكيم ناحيه اليمين، ابراهيم يتقدم لامامه ماشي، ادي ابراهيم عبد الحكيم بيلعب كره بينيه حلوه هناك ناحيه اليمين للنادي الاهلي، والكره العرضيه، الكره العرضيه والمحاوله في هذه اللحظات انما على طول مقطوعه مره ثانيه. كان بيحاول بقى اللاعب محمد اسامه ترجع لابراهيم عبد الحكيم، ولكن في صفاره كده من حكم اللقاء ويبدو ان في لمسه يد لصالح نادي طلائع الجيش. لمسه يد لنادي طلائع الجيش في مباراه اليوم مشاهدينا الاعزاء. الاهلي اللي اصبح متقدم بهدفين مقابل لا شيء سجلهم سمير محمد وعبد الرحمن شريف. ركله حره تتلعب على طول اماميه عاليه ومعديه، وادي اللمسه الراسيه ترجع الكره مره ثانيه لطعيمه اللي استطاع الحقيقه انه يكسب بقى ثقه المدير الفني كابتن احمد عبد الظاهر ويتواجد بصفه اساسيه في التشكيل بقى. اللاعب طعيمه الحقيقه هو لاعب مميز بالمناسبه يعني، وكان تم تصعيده ايضا للدرجه الاولى. ادي انذار هنا للاعب مصطفى بالخير لاعب النادي الاهلي، كان عنده هدف اللاعب مصطفى بالخير في مرمى سموحه الحقيقه في هذا الموسم. ادي امامنا الاعاده والركله الحره والانذار من قبل حكم المباراه كابتن طارق، وادي بقى الركله الحره في احداث هذا اللقاء لصالح نادي طلائع الجيش. ركله حره لنادي طلائع الجيش في مباراه اليوم. محمد وائل على التنفيذ امام حضراتكم، محمد وائل لنادي طلائع الجيش في مباراه اليوم، يعني على اسم بقى اللاعب محمد وائل الظهير الايمن للنادي الاهلي بيغيب النهارده للاصابه الحقيقه مع زملائه كريم عثمان واحمد داوود وعلي نادر ومحمد شرقيه ويعني اللاعب محمد ميسي. نتمنى لهم كل السلامة إن شاء الله ويرجعوا مرة تانية من الإصابات. ورمي التماس لصالح نادي طلائع الجيش من ناحية شمال أبو النور رمضان. أبو النور بيلعب الكرة العرضية العالية داخل منطقة الجزاء، إنما بيطلع دفاع النادي الأهلي وترجع الكرة مرة أخرى للاعبي النادي الأهلي هنا ناحية الشمال. هذه الاستلام وهذه الانطلاقة والمحاولة، إنما تمر الكرة إلى خارج الملعب وتطلع وتبقى رمي التماس للاعب مازن أسامة. مازن أسامة اللي بيشغل جبهة اليسرى النهاردة للنادي الاهلي وتشكيل بقى الكابتن احمد عبد الظاهر. رمي التماس لمازن، مازن اسامه لسه مازن بيلعبها مازن وترجع له الكره مره ثانيه من اللاعب مصطفى بالخير. وادي الكره الاماميه والاستلام الجيد والرائع بقى والمرور من اللاعب عبد الرحمن شريف، انما اتقطعت ورجعت مره ثانيه لطلائع الجيش. بيحاولوا يعملوا هجمه مرتده اقل لمسات في اسرع توقيت وتتلعب على طول خطره داخل منطقه الجزاء، ولكن بقى شوف حارس المرمى، شوف حارس المرمى توقيت رائع جدا من مصطفى مخلوف ومن غير ما يرتكب يعني مخالفه بقى على المهاجم، ويقدر يستحوذ على الكرة ويمسكها ويمنع الخطورة في اللقطة الماضية من التمريرة بقى اللي كانت في اتجاه اللاعب محمد أسامة لاعب نادي طلائع الجيش. ترجع الكرة مرة تانية وتعود الكرة إلى حارس المرمى مصطفى مخلوف. مصطفى مخلوف يتقدم أمام مصطفى وبيلعب الكرة الأمامية العالية. أكتر من حارس مميز جدا في قطاع الناشئين للنادي الأهلي، شفنا بقى أيضا اللاعب إياد تامر حارس مرمى 2007 اللي كان تصدى لركلة الجزاء في مباراة الزمالك اللي الأهلي حقق فيها الفوز بهدف زي ما قلنا سجله اللاعب تاحة. تتلعب الكرة مرة تانية أمامية عالية وإلى خارج الملعب وطلعت وبقت رمي التماس. رمي التماس للنادي لنادي طلائع الجيش من ناحية اليمين، بتتلعب على طول وترجع الكرة مرة تانية للاعب مؤمن عبد العاطي. مؤمن عبد العاطي بيلعبها ومحاولة من بنداري عبد السلام، ولكن على طول مقطوعة الكرة من اللاعب مازن أسامة. بيلعبها اماميه في اتجاه اللاعب سمير محمد، ترجع الكره مره ثانيه لعبد الرحمن شريف اللي جه هنا ناحيه الشمال. يا ولد اللعيب عدى حلو قوي، عدى حلو قوي، ولكن حكم اللقاء بيقول ان الكره عدت وطلعت وبقت رمي التماس. ما اعرفش ان كانت عدت ولا لا، يعني اعتقد ما كانتش عدت الكره اللي فاتت دي، انما على العموم رمي التماس وطلعت ورجعت للنادي الاهلي. مازن اسامه، ادي مازن اسامه، انما شوف بقى التحرك بتاع اللاعب عبد الرحمن شريف اللي كان ناحيه اليمين وجه هنا ناحيه الشمال وعدى بشكل جيد جدا. خلي بالك اللاعب اللي هو يقدر يسجل اهداف ويكون يمتاز بالمهاره وعنده مهارات فرديه ده لاعب يعني من اللعيبه اللي هي بتكون مهمه طبعا في تشكيل كل مدير فني، كل مدير فني بيبحث عن النوعيه دي من اللعيبه. هو لاعب عنده دريبلينج، لاعب مميز، لاعب سريع، لاعب بيقدر ان هو يسجل اهداف، فده نوعيه يعني مميزه من اللاعبين اللي هو عبد الرحمن شريف. ترجع الكره مره ثانيه، ادي ابو الخير
او ده طايمه في وسط الملعب اتقطعت منه ورجعت الكره لمحمد اسامه. محمد اسامه عدى وماشي ولعبها مره تانية للاعب ايهاب لمحمد، وادي التمريره الحلوه ناحيه اليمين لنادي طلائع الجيش عند بنداري عبد السلام، ولكن على طول مقطوعه وترجع الكره مره تانية للنادي الاهلي. ادي طايمه، طايمه بيلعب الكره الاماميه عاليه ومعديه توصل في اتجاه اللاعب سمير محمد. سمير محمد بيعليها وترتد وتعود مره تانية لنادي طلائع الجيش عن طريق اللاعب السيد احمد في وسط الملعب. السيد مره تانية بيلعبها هناك ناحيه الشمال عند اللاعب حسام عوض الله، استلام وتمريره في وسط الملعب مره تانية لنادي طلائع الجيش في اتجاه اللاعب محمد عصام. هجمه لنادي طلائع الجيش انما يرجع ويجيبها مصطفى بالخير وبيلعبها هناك ناحيه اليمين للنادي الاهلي عن طريق اللاعب عبد الجواد عبد الرحمن اللي بيلعبها لعبد الرحمن شريف، والكره تمر الى خارج الملعب وتطلع وتبقى رميه تماس مره اخرى لصالح نادي طلائع الجيش من ناحيه الشمال امام انظار الكابتن احمد عبد الظاهر المدير الفني للنادي الاهلي. تتلعب الكره مره تانية وتصل هناك ناحيه الشمال لنادي طلائع الجيش انما يرجع ويجيبها لاعبي الاهلي عبد الجواد عبد الرحمن وبيلعبها عبد الجواد انما تطلع وتبقى رميه تماس مره اخرى لنادي طلائع الجيش اللي بيحاول يعني تشكيل خطوره على مرمى النادي الاهلي. ودي تصويبه، ادي تصويبه، ادي الفكره بقى في التصويب اللقطه الماضيه من اللاعب محمد عصام انما قلشت ومشيت بعرض الملعب وحاولوا مره ثانيه لاعبي طلائع الجيش انما جابوها بسرعه لاعبي الاهلي. وادي مازن اسامه انطلاقه من مازن بيلعب التمرير الاماميه عايز يلعب وينقل بقى الهجمه بسرعه من وسط ملعبه والمنطقه الدفاعيه للمنطقه الهجوميه انما اتقطعت ورجعت الكره مره ثانيه للاعب بنداري عبد السلام اللي بيلعب التمرير الاماميه. بنداري اتقطعت وصلت مره تانية للنادي الاهلي عن طريق اللاعب اسلام عبد الله انما اتقطع في وسط الملعب مره اخرى ويجيبها بشكل جيد جدا النادي الاهلي. ادي الهجمه وادي المحاوله من اللاعب مصطفى ابو الخير انما اتقطعت ورجعت لطايمه مره تانية اللي بيحاول عليها وعلى طول تتلعب الكره وترجع لسمير. سمير بيلعب كره بينيه عايز يلعبها بقى في اتجاه اللاعب عبد الرحمن شريف انما اتقطعت وصلت للاعبي طلائع الجيش مره تانية في وسط الملعب رمضان محمود. بدات المباراه تبقى سريعه شويه وفي بعض النقلات كده من لاعبي الفريقين انما واضح جدا لاعبي الاهلي لما بيستلموا الكره في خط الظهر بيحاولوا يلعبوا الكره الطوليه ان هم ينقلوا الهجمه بسرعه من المنطقه الدفاعيه للمنطقه الهجوميه. الحقيقه كره الى خارج الملعب طلعت وبقت رميه تماس من ناحيه اليمين لصالح النادي الاهلي. رميه تماس للنادي الاهلي من ناحيه اليمين في مباراه اليوم مشاهدينا الاعزاء هيلعبها عبد الجواد عبد الرحمن. عبد الجواد عبد الرحمن للنادي الاهلي على مهله تماما. طبعا الاهلي متقدم بهدفين مقابل لا شيء سجلهم سمير محمد وعبد الرحمن شريف. وادي بقى رميه التماس للنادي الاهلي من ناحيه اليمين تتلعب على طول اماميه وتصل مره اخرى الى خارج الملعب. رميه تماس خرجها لاعبي طلائع الجيش وبقت رميه تماس للنادي الاهلي. عبد الجواد عبد الرحمن، عبد الجواد عبد الرحمن هيلعب الكره الطوليه كده على الخط بيلعب الكره الاماميه. وادي المحاوله عند اللاعب محمد اسامه ومعاه سمير محمد انما مره ثانيه رميه تماس للنادي الاهلي من ناحيه اليمين انما رميات التماس بتقرب يعني رمي التماس من المنطقه الدفاعيه ودلوقتي عدت وسط الملعب اهي. رمي التماس للنادي الاهلي مره ثانيه. عبد الجواد عبد الرحمن، عبد الجواد بيلعب الكره الاماميه العاليه في اتجاه اللاعب سمير ومحمد اسامه انما على طول اتقطعت ورجعت مره ثانيه لطلائع الجيش. كرات كده متبادله ما بين لاعبي الفريقين وادي كره ملعوبه اماميه عاليه ومعديه وخطره وممكن وممكن بقى هنا يا عبد الرحمن شريف. عبد الرحمن شريف عنده فرصه عبد الرحمن انما الكوره الى خارج الملعب وطلعت وبقت ركله مرمى. عبد الرحمن شريف خلي بالك حط جسمه بشكل مميز جدا ولكن بقى يعني ما عملش كنترول جيد على الكوره. ادي اهو حط جسمه بشكل كويس توقع خطا المدافع حاول على الكوره انما هي الحقيقه طبت وجت وراه شويه علشان كده هو ما قدرش يسيطر عليها وطلعت الكوره الى خارج الملعب وبقت ركله مرمى لنادي طلائع الجيش في اللقطه الماضيه. انما يحسب للاعب عبد الرحمن شريف ان هو لاعب مشاكس كده الحقيقه يعني بيدخل ما بين المدافعين وحارس المرمى وقدر ان هو يصل للكوره ويشكل بيها خطوره في اللقطه الماضيه. وادي بقى كوره ملعوبه من اللاعب مصطفى مخلوف توصل لناحية اليمين عند إبراهيم عبد الحكيم. إبراهيم عبد الحكيم بيلعبها وترجع الكرة مرة تانية للاعبي النادي الأهلي عند الحارس مصطفى مخلوف اللي بيلعب الكرة الأمامية مصطفى عالية. ترجع مرة تانية من لاعبي طلائع الجيش وادي كرة في وسط الملعب للنادي الأهلي. أبو الخير بيلعبها لمازن أسامة. مازن أسامة بيعيد الكرة في الخلف عند اللاعب إسلام عبد الله. أدي إسلام عبد الله. إسلام بيلعب الكرة ناحية شمال عند مازن أسامة. صاحب عرضية الهدف الأول بالقدم اليسرى المميزة الحقيقة هذا اللاعب. أدي مازن أسامة. مازن أسامة بيلعب كرة عرضية مرة تانية عالية داخل منطقة الجزاء وأدي اللمسة الرأسية من سمير محمد المرة دي إنما إلى خارج الملعب وطلعت وبقت ركلة مرمى وكان يعني بيتكلم مع اللاعب عبد الرحمن شريف وبيقول له اسند عليا نعمل بيها يعني جملة نعمل بيها هجمة.
في اللقطه الماضيه، انما سمير محمد لعبها براسيه الى خارج الملعب وطلعت وبقت ركله مرمى للحارس احمد عباس، حارس مرمى نادي طلائع الجيش في مباراه اليوم. احمد عباس بيلعب الكره الاماميه العاليه وترجع بلمسه راسيه كده مره ثانيه عائده للاعبي النادي الاهلي هناك ناحيه اليمين عند اللاعب عبد الجواد عبد الرحمن، هجمه كده ملعوبه للنادي الاهلي انما اتقطعت ووصلت مره ثانيه لصالح طلائع الجيش هناك ناحيه الشمال، نقلات كده من لاعبي الطلائع والضغط بقى امام من اللاعب ميدو نبيل، وحكم اللقاء بيدي الفاول على ميدو نبيل. ركله حره وادي امامنا الحضور بقى المتواجدين في ملعب اللقاء، كابتن وليد سليمان وكابتن احمد ناجي وبقيه الحضور في مباراه اليوم، ويظهر في الكادر ايضا مراسلنا النشط والجميل الحقيقه فاروق صلاح. ترجع الكره مره ثانيه وادي الهجمه وتوصل ناحيه اليمين كره عرضيه عاليه وادي لعبه بقى انما الى خارج الملعب، لعبه بقى في اللقطه الماضيه من اللاعب السيد احمد خلفيه مزدوجه كده تمر الى خارج الملعب وتطلع وتبقى ركله مرمى. ادي الكوره وادي الاعاده وادي اللقطه وادي الباكورد انما الى خارج الملعب، وكان يعني معاه اللاعب ابراهيم عبد الحكيم ما سابوش يلعب الكوره براحته يعني كده الحقيقه، وشاركه في اللعبه شتت انتباهه وتركيزه علشان كده لاعب بقى نادي طلائع الجيش السيد احمد لعب الكوره الى خارج الملعب. مازن اسامه بيلعب الكره، مازن اسامه عاليه ومعديه في اتجاه اللاعب سمير محمد، الكرات اللي احنا دايما بنشوفها الكرات الطوليه في اتجاه اللاعب سمير محمد وايضا اللاعب محمد اسامه وعبد الرحمن شريف. احمد عباس بيلعب الكره هناك ناحيه شمال، بنلعب في الدقيقه 42 من عمر واحداث الشوط الاول من هذا اللقاء، الاهلي متقدم على طلائع الجيش 2 لا شيء، هجمه النادي طلائع الجيش اللي بداوا يمسكوا كره وبداوا يلعبوا انما تتلعب وتصل الكره الى حارس المرمى مصطفى مخلوف حارس مرمى النادي الاهلي على مهله تماما. مصطفى مخلوف امام حضراتكم بيهدي اللعب متقدم بهدفين مقابل لا شيء حتى الان، وبيلعب الكره ناحيه شمال عند اللاعب اسلام، اسلام بيلعبها لمازن اسامه، مازن بيعدي من ناحيه شمال مازن اسامه، لسه الكره مع مازن بيلعبها في وسط الملعب لطايمه، لمازن مره ثانيه لطايمه اللي بيعيدها في الخلف عند اللاعب اسلام، اسلام بيلعب لمصطفى مخلوف حارس مرمى النادي الاهلي، مصطفى مخلوف بيلعب الكره هناك ناحيه اليمين عند اللاعب ابراهيم عبد الحكيم، نقلات كده من لاعبي النادي الاهلي بيحاولوا ان هم يعملوا ستريتش كده الفريق الحقيقه طلائع الجيش ويخلوهم يضغطوا في الامام وبعدين يلعبوا الكره الاماميه، انما على طول اتلعبت الكره وصلت لاسلام عبد الله الى خارج الملعب وطلعت وبقت رمي تماس للنادي الاهلي من ناحيه الشمال. اسلام عبد الله اللي قول لحضراتكم اجمل مبارياته هذا الموسم مباراه بيراميدز اللي سجل فيها ثلاثيه الحقيقه سجل فيها هاتريك، هذا اللاعب في المباراه اللي فاز بيها النادي الاهلي بخمس اهداف نظيفه على نادي بيراميدز. نادي بيراميدز اللي ما كانش عنده طموح حتى انه يسجل هدف في هذا اللقاء اللي انتهى بخماسيه نظيفه للنادي الاهلي. ترجع الكره مره ثانيه ادي انطلاقه في وسط الملعب ومحاوله لنادي طلائع الجيش هناك ناحيه شمال عند اللاعب ابو النور رمضان، لما تدخل في توقيت جيد من اللاعب عبد الرحمن عبد الجواد عبد الرحمن الى خارج الملعب، طلعت وبقت رمي تماس من ناحيه شمال نادي طلائع الجيش اماميه وتصل الكره هناك ناحيه اليمين والكره العرضيه عاليه وتمر الى خارج الملعب وتبقى ركله ركنيه لنادي طلائع الجيش من ناحيه شمال، اعتقد هي الاولى ليهم في المباراه يعني. لم تخن الذاكره بقى انما ركله ركنيه من ناحيه شمال نادي طلائع الجيش في احداث هذا اللقاء مشاهدينا الاعزاء. ركله ركنيه لنادي طلائع الجيش بنلعب في الدقيقه 44 من عمر واحداث الشوط الاول، الاهلي متقدم 2 زي ما حضراتكم شايفين، ادي الركله الركنيه بتتلعب على طول عرضيه عاليه خطره داخل منطقه الجزاء انما بيطلع دفاع النادي الاهلي وترجع الكره مره ثانيه لنادي طلائع الجيش في الخلف كده عند اللاعب حسام عوض الله بيحاول يعدي حسام انما اتقطعت الهجمه، وادي الهجمه بقى سمير محمد، هل نشوف هجمه مرتده خطيره للنادي الاهلي؟ سمير عدى سمير بشكل جيد، سمير محمد عدى سمير وماشي سمير اخذ مساحه ولعب الكره هناك ناحيه اليمين، وادي المحاوله بقى ميدو عدى حلو قوي ولعب الكره العرضيه عبد الرحمن شريف لسمير محمد لعبد الرحمن شريف عايز يلعبها له كده انما حظه يعني ما كانش احسن حاجه في اللقطه اللي فاتت الكره وقفت تحت رجله يعني، انما تتلعب الكره واحده والثانيه كده النادي طلائع الجيش والهجمه المرتده، ولكن حكم اللقاء بيدي المخالفة للنادي الأهلي في مباراة اليوم أو رأيه صفارة ركلة حرة غير مباشرة. كابتن شهاب راشد المساعد الثاني بيرفع رايته وحكم اللقاء كابتن طارق بيدي الركلة الحرة والأوفسايد للنادي الأهلي ركلة حرة غير مباشرة للنادي الأهلي. الدقيقة 45 الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي لأحداث الشوط الأول من مباراة اليوم. تتلعب الكرة مرة ثانية أدي الكرة الأمامية العالية وتصل الكرة مرة تانية للاعب مصطفى أبو الخير، مصطفى أبو الخير بيلعبها حلوة يا ولد العيب يا ميدو نبيل عدها لنفسه حلوة قوي إنما يعني الخط بقى كان أقرب منه وطلعت الكرة وبقت رمية تماس
وتصل الكره مره تانية. حاول ميدو نبيل في اللقطه اللي فاتت ان هو يعدي الكره لنفسه وياخدها وينطلق، انما الكره كانت قريبه من الخط وطلعت. ابراهيم عبد الحكيم بيلعب الكره الى حارس المرمى مصطفى مخلوف. مصطفى مخلوف بيلعب الكره مره تانية لاسلام، اسلام عبد الله، لسه اسلام عبد الله بيلعبها مره تانية لمصطفى مخلوف في الخلف. ادي مصطفى مخلوف حارس مرمى النادي الاهلي، مصطفى على مهله تماما. مصطفى مخلوف يتقدم للامام وبيلعب الكره الطوليه عاليه ومعديه، وادي اللمسه من اللاعب محمد اسامه بيلعبها وخطره جدا للنادي الاهلي، ومحمد اسامه في التمرير في اللقطه الماضيه، انما تصل مره تانية سمير محمد. يا ولد يا لعيب، حط جسمه بشكل جيد واحيا الهجمه ولعبها لمازن اسامه اللي لعب كره عرضيه خطيره ومحاوله سمير، يا سمير يا سمير، انما في فاول، انما في فاول ومخالفه لحارس المرمى لنادي طلائع الجيش احمد عباس. اشتراك كده مع اللاعب عبد الرحمن شريف. ادي العرضيات الجميله الحقيقه من اللاعب مازن اسامه، وادي الكره وادي الاشتراك في اللقطه الماضيه ما بين بقى اللاعب عبد الرحمن شريف وحارس المرمى احمد عباس، وكان في مدافع ايضا متواجد اللي هو محمد وائل لاعب نادي طلائع الجيش اللي واقع على ارض الملعب. وركله حره لصالح نادي طلائع الجيش في مباراه اليوم. يعني الحقيقه اللقطه اللي امام حضراتكم دي اتكررت اكتر من مره من جانب لاعبي طلائع الجيش، على العموم نتمنى لهم السلامه في مباراه اليوم. مشاهدينا الاعزاء، كلنا تابعنا طبعا تعاقد النادي الاهلي مع فلسطيني اسامه ابو علي، كل الامنيات له بالتوفيق باذن الله مع النادي الاهلي، وانه يكون اضافه قويه لخط هجوم النادي الاهلي، كل التوفيق ليه طبعا، وكل الدعوات والمسانده لاخواتنا وحبايبنا وشعبنا في فلسطين العزيزه. ادي كره ملعوبه اماميه وتصل مره تانية الى حارس المرمى احمد عباس. احمد عباس بيلعب الكره، احمد عباس عند محمد عصام لصالح نادي طلائع الجيش، تتلعب على طول اماميه وعاليه، وادي اللمسه من اللاعب ابراهيم عبد الحكيم، وحكم اللقاء بيدي لمسه اليد لصالح النادي الاهلي. ابراهيم عبد الحكيم بيلعبها هناك ناحيه اليمين، استلام امامنا من عبد الجواد عبد الرحمن، بيعدي وماشي عبد الجواد وبيلعبها لميدو نبيل لمحمد اسامه، انما على طول ترجع الكره مره ثانيه لميدو نبيل، يرجع ويجيبها ميدو. ميدو بيلعبها في وسط الملعب لمصطفى ابو الخير، مصطفى ابو الخير بيلعبها لابراهيم عبد الحكيم، والضغط بقى من اللاعب السيد احمد لاعب نادي الطلائع، انما تصل الكره اسلام عبد الله بيلعبها لطايمه الاسلام، اسلام عبد الله لاعب النادي الاهلي. اسلام بيلعب الكره هناك ناحيه اليمين عند ابراهيم عبد الحكيم، ابراهيم بيعيدها في الخلف كده لحارس المرمى مصطفى مخلوف. بنلعب في الوقت الضايع من احداث الشوط الاول من هذا اللقاء مشاهدينا الاعزاء، وتتلعب الكره الاماميه العاليه وتصل الى حارس المرمى احمد عباس حارس مرمى نادي طلائع الجيش. الاهلي متقدم على طلائع الجيش بهدفين مقابل لا شيء، سجل اولا سمير محمد وثانيا اللاعب عبد الرحمن شريف. كابتن طارق حكم اللقاء امام حضراتكم. تتلعب الكره اماميه وتصل عند ابراهيم عبد الحكيم، ابراهيم عبد الحكيم بيلعب الكره بمنتهى الثقه كده الى حارس المرمى مصطفى مخلوف في اللقطه اللي فاتت دي. ابراهيم عبد الحكيم اتصرف بشكل جيد على الرغم من الضغط بقى اللي كان عليه واللي كان عامله عليه لاعب نادي طلائع الجيش، انما ابراهيم عبد الحكيم لمس الكره براسيه كده الى حارس المرمى مصطفى مخلوف. خلي بالك بتبقى لقطات يعني انت يبدو لك انها سهله، انما هي بتبين مهارات بقى اللاعب المدافع وامكانياته الحقيقه. ادي كره هناك ناحيه الشمال، استلام ومحاوله من نادي طلائع الجيش في الوقت المحتسب بدلا من الضائع، وهذه حته حلوه الحقيقه، كوبري كده في اللقطه اللي فاتت دي، لقطه من اللي بيحبها الجمهور، ولقطه بقى بتاعه كره خماسي، والكره الحلوه دايما بنقول عليها حلوه. وفي هذه اللحظات كابتن طارق بيطلق صافره نهايه احداث الشوط الاول من هذا اللقاء مشاهدي الاعزاء مشاهدي شاشه قناه الاهلي. الاهلي وطلائع الجيش الجوله 19 مواليد 2003، والاهلي متقدم بهدفين مقابل لا شيء. وادي الاهداف امام حضراتكم، الهدف الاول اللي كان سجله اللاعب سمير محمد، وعبد الرحمن شريف اضاف الهدف الثاني اللي بيعاد امام حضراتكم مشاهدينا الاعزاء. اذا مشاهدي الاعزاء نذهب الى فاصل، والى ان نعود لاحداث الشوط الثاني لكم. لضيفي الكابتن محمد حشيش ودكتور احمد ثابت. بسم الله الرحمن الرحيم، مره ثانيه مشاهدينا الاعزاء مشاهدي شاشه قناه الاهلي في كل مكان، واحداث الشوط الثاني من لقاء الجوله 19 بدوري الجمهوريه مواليد 2003 الاهلي وطلائع الجيش.
نتيجة الشوط الأول هي تقدم النادي الأهلي بهدفين مقابل لا شيء. مشاهدين الأعزاء، سجل أولا سمير محمد في الدقيقة 23، وبعده بخمس دقائق عبد الرحمن شريف في الدقيقة 28 أضاف الهدف الثاني. شوط أول كان مميز من جانب لاعبي النادي الأهلي، وقدروا إن هم يسجلوا هدفين في منتهى الجمال بألعاب رأسية مميزة وجميلة الحقيقة. وشفنا التنوع في العرضيات من ناحية الشمال عن طريق مازن أسامة في الهدف الأول، ويعني ميدو نبيل من ناحية اليمين في الهدف الثاني اللي سجله اللاعب عبد الرحمن شريف، واللي شفنا بقى الشرح واللي فكرنا بالهدف الجميل، الهدف الرائع جدا للكابتن والنجم الكابتن أسامة حسني في مباراة الكاس أمام الزمالك، المباراة الشهيرة الحقيقة اللي نزل الكابتن أسامة حسني غير فيها الدنيا كلها. ادي كرة إلى خارج الملعب وطلعت وبقت رمية تماس من ناحية الشمال، ويعني بقى الحقيقة الأستاذ محمد الدكروري اللي عمل شغل رائع جدا وربط الهدفين وذكر الجمهور بالهدف الجميل للكابتن أسامة حسني في مباراة الكأس. ترجع الكرة مرة تانية، يعني سريعا كده تشكيل الفريقين. النادي الأهلي مصطفى مخلوف، إبراهيم عبد الحكيم، إسلام عبد الله، عبد الجواد، عبد الرحمن، مازن أسامة، مصطفى بالخير، أحمد طعيمة، عبد الرحمن شريف، محمد أسامة، ميدو نبيل، سمير محمد. أما نادي ضلائع الجيش، أحمد عباس، محمد وائل، مؤمن عبد العاطي، ابو النور رمضان، حسام عوض الله، رمضان محمود، محمد عصام، بنداري عبد السلام، ايهاب احمد، محمد اسامه، السيد احمد. قياده تحكيميه لمباراه اليوم كابتن طارق مجدي، وبيعاونه شريف عبد الله وشهاب راشد. ترجع الكره الى خارج الملعب ورمي التماس من ناحيه اليمين. كنا قلنا انه الكابتن طارق مجدي وكان حكم لقاء الاهلي والزمالك اللي هو 2007، لا كان كابتن طارق سامي. رمي التماس من ناحيه اليمين لصالح نادي طلائع الجيش، بتتلعب على طول اماميه. هنشوف بقى يعني المحاضرة الفنية والكلام اللي كان ما بين الكابتن أحمد عبد الظاهر وأبنائه اليوم لاعبي النادي الأهلي، وأيضا على الجانب الآخر كابتن وجيه عبد العظيم ولاعبيه لنادي طلائع الجيش. ترجع الكرة مرة تانية، النادي الأهلي اللي في الشوط الأول تقدم وقدم أداء مميز، هنشوف الشوط الثاني اللي ممكن يحصل. وادي ركلة حرة لنادي طلائع الجيش من مكان يعني خطر على حدود منطقة جزاء النادي الأهلي. يعني شفنا أكتر من فاول من مكان كويس في ملعب المباراة، يعني الفاول اللي كان في الشوط الأول للنادي الأهلي اللي اتنفذت فيه جملة كده ما بين عبد الرحمن شريف وميدو نبيل، ولكن يعني طلعت إلى خارج الملعب. وادي بقى طلائع الجيش في هذه اللحظات، الركلات الحرة اللي دايما بتحسم نتائج مباريات وبتغير مسار بطولات، يعني مهمة جدا. خلي بالك الركلات الثابتة لها أهمية كبرى، يعني المديرين الفنيين كده بدأوا يعملوا جمل وبدأوا يعملوا فقرات وبدأوا يعملوا تدريبات وينموا الموهبة لدى اللاعبين اللي بيجيدوا تنفيذ الركلات الثابتة. ادي 4 حوالين الكرة من لاعبي نادي طلائع الجيش. هنشوف بقى الركلة الحرة، وادي على طول مصطفى مخلوف يتأهب في المرمى، والسيد احمد ومحمد عصام ورمضان محمود وحسام عوض الله. ادي حسام عوض الله، حسام عوض الله، تصويبة من حسام خطرة، وادي مصطفى مخلوف على مرتين بيمسك الكرة. حسام عوض الله سدد في اللقطة الماضية، ويعني جملة كده اتلمست لحسام عوض الله اللي سدد، ولكن يعني رجله الثابتة كده خانته في اللقطة الماضية ووقع كده في الكورة وفقدت القوة يعني الحقيقة، وصلت في ايدين حارس المرمى مصطفى مخلوف حارس مرمى النادي الأهلي الحارس المتميز. ترجع الكورة هناك ناحية شمال مرة تانية، وادي مازن أسامة بيلعب الكورة عند اللاعب اسلام عبد الله المازن في وسط الملعب لطايمة. استلام من طايمه يا ولد لعيبه طايمه، بيلعب الكره لمصطفى ابو الخير في وسط الملعب. مصطفى ابو الخير بيلعب التمريره الاماميه انما اتقطعت ورجعت مره ثانيه لمحمد اسامه لاعب نادي طلائع الجيش. وادي الهجمه توصل هناك ناحيه الشمال لرمضان محمود، رمضان محمود بيلعب الكره الاماميه رمضان لنادي طلائع الجيش. وادي الانطلاقه بقى من اللاعب محمد اسامه، انما على طول ابراهيم عبد الحكيم بيلعبها لاسلام عبد الله. اسلام عبد الله، اسلام بيلعب الكره الاماميه، اسلام بالقدم اليسرى في اتجاه اللاعب سمير محمد، انما ترجع الكره لنادي طلائع الجيش. والهجمه كده للجيش في وسط الملعب تتلعب للسيد احمد السيد، والكره اللي توصل في اتجاه عبد الجواد عبد الرحمن، ميدو نبيل للنادي الاهلي، ميدو بيلعب الكره الاماميه ميدو، انما تعود الكره مره اخرى الى لاعبي نادي طلائع الجيش اللي يعني زي ما حضراتكم شايفين واخدين مبادره هجوميه كده في الشوط الثاني، ودي ممكن تدي مساحات للاعبي النادي الاهلي. ادي الهجمه ناحيه شمال عند اللاعب محمد اسامه، محمد اسامه بيتحرك له رمضان محمود، رمضان بيلعب كره عرضيه منتهى الخطوره انما ابراهيم عبد الحكيم بيقطع. وادي ميدو نبيل بيلعب الكره ميدو توصل لعبد الرحمن شريف، عبد الرحمن شريف بيلعب الكره في وسط الملعب لطايمه، استلام من طايمه بيسند على طول هنا امامنا
في الوسط كده للاعبي النادي الاهلي عن طريق اللاعب اسلام، توصل الكرة لعبد الجواد، عبد الجواد بيلعب الكرة في الخلف مرة تانية لميدو، ميدو بيلعبها لابراهيم، ابراهيم بيفتح الملعب هناك ناحية الشمال عند اسلام عبد الله، ادي اسلام، اسلام عبد الله بيلعب الكرة اسلام مرة تانية للنادي الاهلي في وسط الملعب، استلام ومحاولة، وادي التمرير الامامية من اللاعب مصطفى ابو الخير وتوصل في اتجاه اللاعب عبد الرحمن شريف، مرة تانية مقطوعة، وادي محاولة وتصويبة بقى، ادي بقى المحاولة من اللاعب مصطفى ابو الخير اللي كان عايز يسدد في اللقطة الماضية، انما الكرة بيطلعها دفاع نادي طلائع الجيش وتتلعب على طول امامية توصل لاسلام عبد الله، اسلام عبد الله بيلعب الكرة، وادي اللمسة من طايمة عايز يعمل الربط كده مع اللاعب مازن اسامة، انما الكرة تمر الى خارج الملعب وتطلع وتبقى رمية تماس لابو النور رمضان لاعب نادي طلائع الجيش في مباراة اليوم. النادي الاهلي اللي قلنا لحضراتكم بيتصدر جدول ترتيب هذه المسابقة، 39 نقطة في المركز الأول، أقوى هجوم 37 هدف وأضاف هدفين النهاردة علشان يصل للهدف رقم 39، وأيضا أقوى دفاع في هذا الموسم. توصل الكرة مرة تانية، أدي انطلاقة محمد أسامة واحدة والتانية مع اللاعب سمير محمد عايز يعمل الوان تو كده في اللقطة الماضية، إنما ترجع الكرة للاعب مصطفى أبو الخير، وأدي لاعبي النادي الأهلي بيدوروا بقى على إنهم يسجلوا الهدف الثالث في مباراة اليوم مشاهدينا الأعزاء. مصطفى مخلوف، مصطفى مخلوف بيلعب الكرة مصطفى وترجع له مرة تانية من اللاعب إسلام إلى مصطفى مخلوف حارس مرمى النادي الأهلي، مصطفى بيلعب الكرة ناحية اليمين عند اللاعب إبراهيم عبد الحكيم إلى مصطفى مخلوف مرة تانية، أدي مصطفى مخلوف والتعليمات واضحة من الكابتن أحمد عبد الظاهر المدير الفني للنادي الأهلي إن هم يبدأوا اللعب كده من الخلف للأمام، وأدي كرة تمر إلى خارج الملعب وتطلع وتبقى رمية تماس في أحداث هذا اللقاء أمام أنظار بقى الكابتن وليد سليمان، كابتن أحمد ناجي والحضور طبعا قطاع الناشئين للنادي الاهلي، رئيس القطاع كابتن وليد سليمان، كابتن محمد شوقي نائب رئيس القطاع، كابتن بدر رجب المدير الفني للقطاع، كابتن احمد ناجي المشرف على حراس المرمى. نشوف الهجمه دي، ادي خطره بيعدي ميدو وبيلعب الكره حلوه ناحيه اليمين للاعب عبد الجواد، لميدو اللي بيلعب كره عرضيه، وادي اللمسه الراسيه وترجع مره ثانيه خطره عبد الجواد، عبد الجواد والتصويبه من عبد الجواد بالقدم اليسرى داخل منطقه الجزاء، هجمه خطره جدا للنادي الاهلي، انما توصل الكره ولسه الخطوره مستمره، انما رجعت الكره للاعبي طلائع الجيش اللي على طول بيطلع الكره من منطقه الخطوره عاليه ومعديه وتصل الى خارج الملعب وتطلع وتبقى رمية تماس عند اللاعب اسلام عبد الله، رمية تماس من ناحيه الشمال مشاهدينا او من ناحيه اليمين للنادي الاهلي تتلعب على طول وتوصل الى حارس المرمى مصطفى مخلوف، ابراهيم عبد الحكيم، ادي ابراهيم عبد الحكيم، ابراهيم عبد الحكيم يتقدم الامام وماشي ابراهيم وبيلعب الكره البينيه الحلوه، استلام يا ولد العيب يا ميدو، ميدو نبيل بيلعب كره عرضيه وبيلعبها خطر، وادي محمد اسامه بيضغط وترجع الكره في اتجاه ميدو، وادي الضغط عبد الرحمن عبد الجواد حلوه، ميدو نبيل لعبها بينيه خطيره يا محمد يا اسامه، يا محمد يا اسامه، انما شوف ميدو نبيل، شوف ميدو نبيل الكل توقع ان هو هيطلع اللاعب عبد الجواد عبد الرحمن ناحيه اليمين، ادي عبد الجواد شوف التحرك، انما ميدو نبيل يا ولد يا ميدو ادى للراجل الكره وقال له اتفضل اتفضل سجل، انما على طول بقى التصويبه هنا من محمد اسامه عاليه الى خارج الملعب وتطلع وتبقى ركله مرمى، انما ميدو نبيل يعني عليه رؤيه جيده جدا، ده اللاعب ده يعني عنده خيال واسع قوي ولاعب مميز جدا في التمرير الحقيقه، انما النهايه بقى كانت محتاجه تكون سعيده من اللاعب محمد اسامه الحقيقه، الراجل اداله الكوره كده هو والمرمى، ولكن محمد اسامه لاعب مميز بالمناسبه وسجل هدفين في دوري هذا الموسم، هدف في مرمى الجونه وهدف في مرمى فاركو، انما الكره تمر الى خارج الملعب وتطلع وتبقى رميه تماس. اماميه علي عبد الرحمن، عبد الرحمن شريف بيلعبها في وسط الملعب للاعب ميدو نبيل، ميدو نبيل بيلعبها لمحمد اسامه لمصطفى ابو الخير اللي بيفتح الملعب هناك ناحيه شمال عند اللاعب مازن اسامه، اماميه من مازن والاستلام والمحاوله في هذه اللحظات للاعبي النادي الاهلي عن طريق اللاعب محمد اسامه، انما اتقطعت لنادي طلائع الجيش وتوصل هناك ناحيه شمال عند مازن اسامه، ادي مازن بيلعب التمرير الاماميه الحلوه لطايمه، يا ولد يا ولد يا رايق ايه الجمال ده، عدى حلو قوي طايمه واحده والثانيه جميله من محمد اسامه، ولكن تصل الى حارس المرمى احمد عباس، احمد عباس لاعب كورته حلوه قوي محمد طايمه الحقيقه في وسط الملعب للنادي الاهلي، ان شاء الله يكون له مستقبل يعني باهر ومستقبل كبير لدى لاعبي النادي الاهلي في يعني القادم بقى من عمر هذا اللاعب الحقيقه ان شاء الله هو وزملائه هو ونجوم النادي الاهلي، ركله ركنيه لنادي طلائع الجيش من ناحيه اليمين، شفنا النادي الاهلي تاني اكتر نادي في افريقيا لديه لاعبين مشاركين في بطوله بقى كاس الامم الافريقيه، مشاركين في بطوله كاس الامم الافريقيه مع المنتخب الوطني المصري،
ادي الكره العرضيه تتلعب على طول، عرضيه خطره ولمسه راسيه بقى في اللقطه الماضيه، ولسه الخطوره، لسه الخطوره لدى طلائع الجيش. عرضيه مره ثانيه، ولكن المره دي يا ولد لعيبه طعيمه، شوف طعيمه راجع يدافع وبيطلع الكره وتصويبه وهجمه ثلاثيه الابعاد كده من لاعبي طلائع الجيش، وتمر الكره الى خارج الملعب وتطلع وتبقى هنشوف بقى ركله ركنيه لنادي طلائع الجيش من ناحيه الشمال، ركله ركنيه لطلائع الجيش من ناحيه شمال، وادي الاعاده وادي الكره العرضيه داخل منطقه الجزاء واللمسه الراسيه وعدت كده والراجل لعبها مره ثانيه عرضيه، هجمه خطيره جدا، هجمه خطيره جدا، هي اخطر هجمه بالمناسبه لطلائع الجيش في الشوط الثاني، الكره العرضيه اللي فاتت دي، واللعبه بقى الراسيه الجميله والمميزه الحقيقه من دفاعات النادي الاهلي، والتصويبه والركله الركنيه لنادي طلائع الجيش بتتلعب على طول عرضيه على حدود منطقه الجزاء، بيطلع دفاع الاهلي ولسه الهجمه مستمره، وشوف سمير محمد راجع فين وطالع وبيرتقي عاليا وبيطلع الكوره وترجع الكره لابراهيم عبد الحكيم، ادي الهجمه للنادي الاهلي، الهجمه المميزه بقى، الهجمه المرتده، الهجمه المرتده، محمد اسامه، محمد اسامه بيلعب كره بينيه، سمير محمد، سمير محمد بيلعبها بوجه القدم حلو، عبد الجواد عبد الرحمن، عبد الجواد عبد الرحمن اللي كان متسلل، رايه وصفاره، ركله حره غير مباشره، ركلة حرة غير مباشرة على النادي الأهلي، كابتن شهاب راشد بيرفع رايته، وكابتن طارق مجدي بيعلن عن ركلة حرة غير مباشرة تسلل لصالح نادي طلائع الجيش على اللاعب عبد الجواد عبد الرحمن اللي كان واخد بوزيشن هجومي كده ناحية اليمين في يعني تشكيل النادي الأهلي النهاردة وفي الهجمة اللي فاتت تحديدا يعني. ترجع الكرة مرة تانية، هذه هجمة حلوة، وادي الاستلام بقى أمامنا من اللاعب ميدو بيلعبها وعرضية على حدود منطقة الجزاء، ميدو نبيل، ميدو نبيل، ميدو نبيل بيلعب الكرة العرضية، ميدو نبيل، وادي اللمسة الرأسية بقى من عبد الرحمن شريف، انما يعني مش قوية، تصل الى حارس المرمى احمد عباس اللي بيلعب كرة عرضية خطرة جدا، ابراهيم عبد الحكيم، ويعني منتهى الخطورة، منتهى الخطورة اللقطة اللي فاتت دي، ابراهيم عبد الحكيم واللاعب محمد عصام اللي يبدو انه اخذ الكرة بايده لاعب نادي طلائع الجيش وحارس المرمى مصطفى مخلوف، انما ترجع الكرة للنادي الاهلي، هجمة كانت خطرة جدا لنادي طلائع الجيش، وخلي بالك المدافع ما بيخليش الكرة تطب يعني كده بلغة الكرة على حدود المنطقة، لازم ياخدها من المرة الأولى يعني، توصل الكرة مرة تانية هناك ناحية الشمال، إسلام عبد الله للنادي الأهلي أمامية، إنما على طول مقطوعة مرة تانية من جانب لاعبي طلائع الجيش، أبو النور رمضان، لما تصل الكرة لإسلام عبد الله، إسلام بيلعب الكرة في اتجاه طعيمة، طعيمة بيلعبها عند محمد أسامة ناحية اليمين، ولكن الضغط وترجع الكرة مرة تانية من اللاعب بن داري عبد السلام، اماميه عاليه وتسلل ورايه وصفاره على اللاعب محمد عصام، المره دي بقى الشريف عبد الله المساعد الاول لحكم اللقاء هو اللي بيحتسب التسلل اللي امام حضراتكم اللي ماسك فراوده نادي طلائع الجيش النهارده، توصل الكره مره ثانيه لابراهيم عبد الحكيم بيلعبها لاسلام عبد الله ناحيه شمال للنادي الاهلي، اسلام عبد الله، اسلام في وسط الملعب، نقلات كده من لاعبي النادي الاهلي، تصل الى مصطفى ابو الخير، مصطفى ابو الخير بيلعبها في الخلف مره ثانيه لاسلام، اسلام بيعيدها الى حارس المرمى مصطفى مخلوف، مصطفى مخلوف، مصطفى بيلعب الكره هناك ناحيه الشمال مره ثانيه عند اللاعب اسلام عبد الله، اسلام طبعا حارس المرمى بيبقى شيء جيد جدا ان هو يجيد اللعب بالقدم يعني، لانه بالتاكيد بلاعبيه لاعبي للفريق لما بيتم الضغط عليهم كده بيعيدوا الكره الى حارس المرمى، ولما بيكون بيجيد اللعب بقدمه وده بيبقى شيء جيد جدا، كلنا متابعين بقى الكرة القدم العالمية وبنشوف الحراس الكبار زي مثلا أشهرهم مانويل نوير طبعا، أدي انطلاقة وتصل في وسط الملعب عند اللاعب عبد الرحمن شريف، هجمة ناحية اليمين لصالح نادي طلائع الجيش، أدي الكرة والمحاولة، ولكن الضغط بقى أمامنا من اللاعب طائمة تتلاعب على طول من أبو النور رمضان إلى خارج الملعب ورمي التماس لصالح طلائع الجيش من ناحية اليمين، أبو النور رمضان وتصل الكرة في اتجاه طايمة، ادي طايمة ياخد الكرة طايمة وماشي طايمة وبيلعب الكرة الأمامية عايز يلعبها كده في اتجاه اللاعب عبد الرحمن شريف، إنما طويلة وإلى خارج الملعب وتطلع وتبقى رمية تماس، رمية تماس لصالح نادي الجيش من ناحية اليمين، رمية تماس لصالح نادي الجيش من ناحية اليمين، مؤمن عبد العاطي بيسيبها للاعب أبو النور رمضان أمام حضراتكم، أبو النور بيلعب الكرة الأمامية عالية ومعدية وتصل في اتجاه اللاعب اسلام عبد الله، اسلام بيلعبها في الوسط كده عند اللاعب عبد الجواد عبد الرحمن عند عبد الرحمن شريف، انما اتقطعت ورجعت الكره مره اخرى الى خارج الملعب وطلعت وبقت رميه تماس للنادي الاهلي من ناحيه الشمال، وجه عبد العظيم امام حضراتكم المدير الفني لنادي طلائع الجيش اتكلم وبيدي التعليمات واقف على الخط، الاهلي متقدم
مشاهدينا الاعزاء على نادي طلائع الجيش بهدفين مقابل لا شيء حتى الان. ترجع الكره مره ثانيه ميدو، انما عدت الكره منه ورجعت له مره ثانيه من محمد اسامه الميدو لابو الخير لمحمد اسامه. محمد اسامه بيلعب الكره لسمير محمد لمحمد اسامه مره ثانيه، هجمه حلوه الاهلي وتلعب حلوه، خطره خطره، يلا عبد الرحمن، عبد الرحمن شريف، عبد الرحمن شريف حاول ان هو يمر يلعب الكره بقى عرضيه في اتجاه اللاعب طعيمه في اللقطه الماضيه، بدلا من انه يطمع في الكره ويمشي هو ويسجل او يسدد في اتجاه المرمى ويشكل خطوره على مرمى نادي طلائع الجيش، انما تتلعب الكره مره ثانيه وتوصل في اتجاه اللاعب اسلام، اسلام عبد الله بيلعبها على طول اماميه. المهاجم بطبعه يعني او اللاعب اللي هو بيلعب جناح مهاجم ده بيكون طماع في الكوره، انما هو حاول يمرر بقى في اللقطه الماضيه اللاعب عبد الرحمن شريف. ادي الانطلاقه من ناحيه اليمين عند اللاعب ميدو، ميدو الاستلام وترجع له مره ثانيه من ابو الخير لميدو، استلام في وسط الملعب او ده هنا عبد الجواد، عبد الجواد عبد الرحمن، عبد الجواد عبد الرحمن بيهدى على كورته عبد الجواد، عبد الجواد وبيلعب الكوره بوجه القدم كده في اتجاه اللاعب اسلام عبد الله، اسلام عبد الله والتمرير الاماميه، محمد اسامه، ابو الخير لعبد الجواد لابراهيم عبد الحكيم، اسلام عبد الله مره ثانيه والهجمه للنادي الاهلي تتلعب اماميه انما الى خارج الملعب وطلعت وبقت رمي التماس. هل بقى يتم الاستعانه باللاعبين البدلاء النهارده؟ طارق حسن، سعد محمد، يوسف عاطف، عبد الله مصطفى، محمود حمدي، عبد الرحمن رشدان، احمد اشرف، يوسف شريف، اسامه احمد، من قبل بقى الكابتن احمد عبد الظاهر المدير الفني للنادي الاهلي. على الجانب الاخر بدلاء طلائع الجيش عمر حمدي، محمد بسام، محمد علي، محمد امجد، محمد وائل، نور فريد، اياد وليد، ويوسف عبد العظيم. هجمه للنادي الاهلي من ناحيه شمال عند اللاعب محمد اسامه، انما تمر الكره الى خارج الملعب وتطلع وتبقى ركله مرمى لنادي طلائع الجيش، ركله مرمى لطلائع الجيش. احمد عباس، احمد عباس حارس المرمى لنادي الطلائع في مباراه اليوم. تتلعب الكره توصل ناحيه شمال لصالح اللاعب رمضان محمود، رمضان محمود يتقدم الامام، رمضان وماشي وبيلعبها بلمسه كده في اتجاه اللاعب محمد عصام. اتلعب الكره مره ثانيه وتتلعب وتمر الى خارج الملعب وطلعت وبقت رمي التماس، رمي التماس لصالح النادي الاهلي من ناحيه اليمين. نلعب في الدقيقة 62 من عمر واحداث المباراة. مشاهدينا الاعزاء والاهلي متقدم على طلائع الجيش بهدفين مقابل لا شيء حتى الان. ورمي التماس للنادي الاهلي، عبد الجواد عبد الرحمن من ناحية اليمين. بتتلعب على طول امامية واللمسة الرأسية على طول. طبعا يعني شفنا منذ لحظات بدلاء النادي الاهلي هم بيسخنوا كده. هل يتم الاستعانة بيهم بقى في المباراة؟ ودي كرة عرضية، عرضية منتهى الخطورة من اللاعب مازن أسامة. مازن اسامه انما المره دي ارضيه اتقطعت ورجعت وبقت رمي التماس مره اخرى من ناحيه اليمين المره دي لنادي طلائع الجيش. ادي امامنا اهو اللقطه للاعبي النادي الاهلي وعمليات الاحماء. البدلاء النهارده طارق حسن، سعد محمد، يوسف عاطف، عبد الله مصطفى، محمود حمدي، عبد الرحمن رشدان، احمد اشرف، يوسف شريف، اسامه احمد. ادي هجمه لنادي طلائع الجيش بلمسه على طول الى اللاعب محمد عصام. محمد عصام بيلعب الكرة من ناحية اليمين، محاولة للاختراق بقى والتقدم من الجبهة اليمنى لنادي طلائع الجيش، انما على طول مازن أسامة بيقطع وبيلعب الكرة لإسلام عبد الله. إسلام عبد الله بيلعب التمرير الأمامية عند اللاعب عبد الرحمن شريف وإلى خارج الملعب ورمي التماس من ناحية اليمين لصالح نادي طلائع الجيش. رمي التماس لنادي طلائع الجيش أمام أنظار الكابتن وجيه عبد العظيم لاعب نادي الزمالك والمصري السابق وطبعا مدرب طلائع الجيش 2003. تعود الكرة في الخلف مرة أخرى إلى حارس المرمى أحمد عباس، لسه أحمد عباس، أحمد عباس وبيلعب الكرة هنا ناحية الشمال والضغط من اللاعب ميدو نبيل وترجع الكرة عند اللاعب محمد أسامة. محمد أسامة وضغط عليه عبد الجواد، ياخدها عبد الجواد، ياخدها عبد الجواد وبيلعب كرة بينية حلوة عبد الرحمن شريف، وأدي التصويبة من عبد الرحمن شريف إنما تصطدم بالدفاع وترجع الكرة مرة ثانية. ادي بقى هنا يعني في لاعب من الجيش وقع على ارض الملعب انما تمريره حلوه، تمريره حلوه محمد عصام، مفيش تسلل، محمد عصام، محمد عصام عايز يعدي انما يا ولد يا اسلام، يا سلام عليك يا اسلام، يا سلام يا اسلام يا عبد الله، اسلام عبد الله بمنتهى المهاره كده بيقطع الكره في اللقطه الماضيه ومنتهى التالق الحقيقه على المستوى الدفاعي لهذا اللاعب واداء ثابت ومستوى جيد لاسلام في دوري هذا الموسم في تشكيل بقى المدير الفني كابتن احمد عبد الظاهر. ادي الكره العرضيه داخل منطقه الجزاء وادي اللمسه الراسيه بقى من اللاعب سمير محمد.
هل يعني هتكون بقى مباراة ركلات او ضربات الراس ولا ايه؟ سمير محمد في اللقطة اللي فاتت دي، ادي الكرة العرضية من المرة دي عبد الرحمن شريف، وسمير محمد بيلمس وحارس المرمى احمد عباس بيمسك. الهدفين سجلهم لاعبي النادي الاهلي من العاب هوائية، العاب رأسية. تعود الكرة مرة تانية للاعبي النادي الاهلي في مباراة اليوم. ناحية اليمين عند اللاعب عبد الجواد عبد الرحمن، عبد الجواد بيلعبها الى ميدو نبيل، الى عبد الجواد مرة تانية، ابراهيم عبد الحكيم، ابراهيم عبد الحكيم بيلعب الكرة هناك ناحية الشمال عند اللاعب اسلام عبد الله. اسلام عبد الله في وسط الملعب، اسلام محمد اسامه بيعدي يا ولد العيب، عدى واحد والتاني ومحاوله، انما ده كان مازن اسامه، اتقطعت وصلت مره تانية لنادي طلائع الجيش عن طريق اللاعب محمد عصام. دايما محمد عصام بيستلم كده من لاعبي طلائع الجيش، انما ترجع الكره ناحيه اليمين ابو النور رمضان، اماميه ومعديه واصله ناحيه اليمين عند بنداري عبد السلام، هنشوف هيعمل ايه، بيحاول يعدي، بيحاول يعدي، انما ضغطوا عليه لاعبي النادي الاهلي وجابوه على طول عن طريق اللاعب اسلام. اسلام والكره تمر الى خارج الملعب وتطلع وتبقى رميه تماس لصالح نادي طلائع الجيش من ناحيه اليمين. ابو النور رمضان ورميه التماس اللي دايما بينفذها طويله كده الحقيقه من جانب نادي طلائع الجيش، تتلعب على طول داخل منطقه الجزاء، انما اسلام عبد الله بيطلع وترجع الكره لعبد الرحمن شريف، وادي الضغط وياخدها على طول. امامنا هنا اللاعب محمد اسامه بيحاول يعدي، محمد اسامه، محمد اسامه وفاول على محمد اسامه لنادي طلائع الجيش من ناحيه اليمين. كابتن طارق مجدي حكم اللقاء بيدي الركله الحره لصالح نادي طلائع الجيش من ناحيه اليمين. لاعبي النادي الاهلي علي النادر اللي سجل 7 اهداف، سمير محمد كان لديه 7 اهداف قبل احداث هذا اللقاء، اضاف هدف بقى عنده 8، ميدو نبيل عنده 6، عبد الرحمن شريف 3، ابراهيم عبد الحكيم 3. ويبدو ان هناك تبديل كده لنادي طلائع الجيش امام حضراتكم، هنشوف مين هيخرج ومين هينزل في احداث هذا اللقاء. تبديل لنادي طلائع الجيش، السيد احمد خرج لاعب نادي طلائع الجيش، وتبديل اول لوجيه عبد العظيم، واللاعب اللي امام حضراتكم محمد وائل هو اللي بينزل. محمد وائل ترجع الكره وتتلعب على طول اماميه ناحيه اليمين عند اللاعب محمد والمحاوله امام انظار الجهاز الفني لنادي طلائع الجيش في مباراه اليوم. تتلعب عادي طبعا كابتن وائل الاباني امام حضراتكم في الصوره، تتلعب الكره اماميه عاليه وتصل في وسط الملعب كده للاعبي النادي الاهلي. عبد الرحمن شريف بيلعب الكره هناك ناحيه شمال، هجمه حلوه للاهلي، ادي محمد اسامه، محمد اسامه، محمد اسامه بيحاول يعدي، محمد اسامه بيحاول يعدي ولسه بيعمل مجهود حلو قوي على الكره، محمد اسامه عرضيه عرضيه عرضيه، انما مجهود يذكر فيشكر الحقيقه اللاعب محمد اسامه، ما فقدش الامل في الكره ويعني حاول كده مع المدافعين لنادي طلائع الجيش وقدر ان هو ياخدها ويلعبها عرضيه، انما وصلت الى حارس المرمى احمد عباس، والمره دي الكره وصلت بسرعه الى حارس المرمى مصطفى مخلوف للنادي الاهلي. ينفع كده في وسط الملعب ابو الخير، مصطفى ابو الخير بيلعب الكره هناك ناحيه الشمال للنادي الاهلي في مباراه اليوم. مازن اسامه، مازن اسامه بيلعب الكره لابراهيم عبد الحكيم، ابراهيم عبد الحكيم بيلعب التمرير الاماميه الحلوه، الاستلام بقى امامنا من اللاعب ميدو نبيل، وادي الهجمه لو لحقها بقى هنا اللاعب سمير محمد وكان طلع زميله عبد الجواد، انما اتقطعت ورجعت الكره، وادي خطر محمد وائل اللاعب البديل، اللاعب البديل ومحاوله لعمل كره عرضيه، انما ابراهيم عبد الحكيم، انما ابراهيم عبد الحكيم يا ولد يا ابراهيم عامل اداء دفاع جيد النهارده مع زميله اسلام عبد الله الحقيقه. سمير محمد وادي الكره الملعوبه الاماميه من قبل لاعبي النادي الاهلي، انما اتقطعت ورجعت مره ثانيه لطلائع الجيش عن طريق اللاعب مؤمن عبد العاطي، تتلعب على طول اماميه في وسط الملعب واستلام امامنا. محمد بسام بيلعبها ناحيه اليمين، وادي الهجمه لصالح النادي الاهلي، تتلعب في اتجاه طعيمه وتمر الى خارج الملعب وتطلع وتبقى رميه تماس لصالح نادي طلائع الجيش في مباراه اليوم، او للنادي الاهلي، للنادي الاهلي من ناحيه الشمال هيلعبها مازن اسامه، مازن اسامه، مازن بيلعب الكره لميدو، لمازن مره ثانيه في الخلف هناك عند اسلام عبد الله، اسلام بيلعبها الى مصطفى مخلوف حارس مرمى النادي الاهلي، مصطفى بيلعب الكره لابراهيم عبد الحكيم، ادي ابراهيم عبد الحكيم، ابراهيم عبد الحكيم نادي الاهلي اللي كان حقق لقب دوري الجمهوريه في الموسم الماضي مع الكابتن محمد شرف،
وطبعا تولى القيادة الفنية الكابتن أحمد عبد الظاهر للنادي الأهلي، وعامل نتائج وموسم مميز جدا مع النادي الأهلي هذا الموسم الحقيقة. أدي كرة ملعوبة طايمة، بيلعب كرة بينية هناك عند اللاعب عبد الرحمن شريف، إنما اتقطعت ورجعت الكرة مرة تانية وتعود في الخلف هناك عند إسلام عبد الله، إسلام لميدو نبيل، لإسلام على طول اللاعب إبراهيم عبد الحكيم. إبراهيم عبد الحكيم كابتن أحمد عبد الظاهر المدير الفني الأهلي كان طبعا لاعب مدافع، جيل بقى الكابتن سيد عبد الحفيظ وأحمد فوزي ومحمد فاروق، ويعني كان أول مرة يدخل النادي الأهلي كان اكتشفوا المدير الفني الكفء بقى والقدير والكابتن رمضان السيد الحقيقي. ادي كرة الى خارج الملعب وطلعت وبقت رمية تماس من ناحية اليمين لصالح نادي طلائع الجيش، تتلعب الكرة في وسط الملعب استلام ومحاولة انما اتقطعت ورجعت مرة تانية للنادي الاهلي، مرور بشكل جيد، مازن اسامة بيحاول يعدي والكرة تمر الى خارج الملعب وتطلع وتبقى رمية تماس في مباراة اليوم مشاهدينا الاعزاء. رمية تماس للنادي الاهلي من ناحية الشمال في مباراة اليوم. الجهاز الفني بقى والاداري للنادي الاهلي، كابتن احمد عبد الظاهر، كابتن احمد جلال، كابتن خالد عثمان، كابتن محمد راشد المدير الاداري اللي بنشكره الحقيقه على دايما بيوافينا كده بالمعلومات والاحصائيات عن الفرقه، وكابتن علاء مأمون وكابتن عمر شعراوي وكابتن عبد الحميد حسن. وادي امامنا البدلاء لازالوا بيسخنوا كده خلف المرمى لاعبي النادي الاهلي. كره تتلعب مره تانية، احمد عباس بيلعبها ناحيه اليمين ورا الضغط اللي عامله عبد الرحمن شريف اللي بيخلي المدافع يضطر كده ان هو يلعب الكرة الامامية ويشتتها وتطلع وتبقى رمية تماس من ناحية اليمين لصالح نادي طلائع الجيش في مباراة اليوم. وبنلعب في الدقيقة 72 من عمر واحداث المباراة، والاهلي متقدم بهدفين مقابل لا شيء. ادي النادي الاهلي واستعداد لاجراء تبديل كده في مباراة اليوم مشاهدينا الاعزاء، ورمية التماس من ناحية اليمين لصالح نادي طلائع الجيش، تتلعب على طول اماميه عاليه داخل منطقه خطره جدا. وادي الاستلام امامنا، محمد اسامه بيحاول، محمد اسامه وابراهيم عبد الحكيم، وادي الكره العرضيه العاليه والى خارج الملعب وتطلع وتبقى ركله مرمى لمصطفى مخلوف حارس مرمى النادي الاهلي في احداث هذا اللقاء. ادي امامنا اللاعب محمد اسامه لاعب نادي طلائع الجيش في اللقطه الماضيه اللي حاول ان هو يلعب الكره العرضيه، انما على طول ابراهيم عبد الحكيم كان معاه ولعبها الى خارج الملعب وطلعت وبقت ركله مرمى. لاعب احمد اشرف هو اللي يعني بيستعد للنزول، واحد من اللاعبين المميزين جدا، وزي ما توقع بقى دكتور احمد ثابت الحقيقه في قرايته للمباراه والتحليل ما بين شوطي هذا اللقاء، قال لك احمد اشرف لاعب مميز ولاعب جيد وهو مستغرب من وجوده على الدكه. وادي اللاعب احمد اشرف على طول هينزل، هو طبعا كان عائد من اصابه واول مباراه ليه بعد الاصابه، الحمد لله على السلامه يا ابو حميد. هو اللي بيستعد للمشاركه بقى في مباراه اليوم. ادي الكره الملعوبه الاماميه العاليه ومعديه، وتصل الكره مره ثانيه ناحية الشمال عند اللاعب إسلام عبد الله. هادي على طول الكرة وركلة حرة من ناحية اليمين لصالح نادي طلائع الجيش في مباراة اليوم مشاهدينا الأعزاء. الأهلي متقدم بهدفين مقابل لا شيء حتى الآن، والركلة الحرة لنادي الجيش، ركلة حرة للجيش هيلعبها مؤمن عبد العاطي لاعب نادي طلائع الجيش في مباراة اليوم، وبياخد وقته مؤمن وبيلعب الكرة الأمامية عالية على حدود منطقة الجزاء. وادي اللمسة الرأسية من إبراهيم عبد الحكيم ترجع مرة تانية، وإبراهيم عبد الحكيم بيردها مرة أخرى في اتجاه اللاعب سمير محمد. هجمة حلوة الأهلي، هذه التمريرة بقى، هذه التمريرة، يلا أنا عمال أقول أدي التمريرة، أدي عمال أقول أدي التمريرة يا محمد يا أسامة، إنما محمد أسامة بياخد فاول. يعني في بعض الأحيان كده اللاعب لما يطلع الكرة من رجله بتكون أفضل من إن هو يمشي بيها، إنما ركلة حرة لصالح النادي الاهلي من ناحيه الشمال في مباراه اليوم. ادي الكره بتاعت محمد اسامه، وادي العرقله والتدخل القوي في اللقطه الماضيه من اللاعب حسام عوض الله لاعب نادي طلائع الجيش، وركله حره للنادي الاهلي واللاعب محمد اسامه اللي وقع على ارض الملعب. نتمنى له السلامه، نتمنى له السلامه محمد اسامه. طبعا رئيس القطاع لنادي طلائع الجيش كابتن ابراهيم مصطفى، والمدير الاداري للقطاع عقيد ايهاب علي، ومدير فن القطاع كابتن وائل عبد الفتاح، رئيس الجهاز الطبي دكتور احمد انس عبد الرحيم. وادي الاعدادات مع مخرجنا استاذ محمد بكروني للاهداف والهدف الاول بقى، وقصه الهدف الاول والهدف الجميل اللي كان سجله اللاعب سمير محمد، والهدف بقى الثاني اللي كان سجله ايضا اللاعب عبد الرحمن شريف. مدير فني لطلائع الجيش كابتن وجيه عبد العظيم، مدرب عماد عبد الجابر،
بهاء جمال عبد الستار علي مدير اداري، الاعاده طبعا للهدف الاول زي ما شفنا، محمد حمدي دكتور، وتاهيل هارون كمال ومساعد اداري ربيع حسن. ادي قصه الهدف الثاني، الكره العرضيه من ميدو نبيل، والارتقاء والرأسيه الجميله واللعبه الحلوه بتاعت عبد الرحمن شريف، والهدف الثاني اللي زي ما قلنا شبيه بهدف الكابتن اسامه حسني في مباراه الاهلي والزمالك في الكاس، مباراة شهيرة. وادي الركلة الحرة من ناحية الشمال بقى للنادي الأهلي في مباراة اليوم، طايمة ومازن أسامة. وهل بقى هينزل أحمد أشرف؟ هنشوف، يبدو إن في تبديل ولا هم بياخدوا التعليمات من الخارج. ده مصطفى أبو الخير وطايمة، وركلة حرة للنادي الأهلي من ناحية الشمال، الركلة الحرة للنادي الأهلي من ناحية الشمال أمام أنظار كباتن الكبار اللي موجودين النهاردة في ملعب اللقاء. وادي الركلة الحرة لصالح النادي الأهلي، طايمه وتصويبه من طايمه، هل لمست حد من لاعبي طلائع الجيش وطلعت وبقت ركله ركنيه للنادي الاهلي من ناحيه الشمال. اذا ركله ركنيه اهلاويه من الجانب الايسر من ملعب المباراه، ورايح على طول ميدو نبيل. مشاهدينا الاعزاء، الاهلي سجل هدفين في الشوط الاول، وحتى الان لم يسجل اي من الفريقين في الشوط الثاني. والركله الركنيه من ناحيه الشمال، وطلائع الجيش لا سجل لا في الاول ولا سجل في الثاني حتى الان، يعني ركله ركنيه ميدو نبيل. وادي حارس المرمى احمد عباس، الركله الركنيه للاهلي بتتلعب على طول عرضيه، هل هيكون السر العاب الهواء؟ وادي الكره العرضيه انما ترجع مره ثانيه من دفاعات نادي الطلائع، وهجمه وانطلاقه من اللاعب محمد اسامه بيلعبها هناك ناحيه الشمال. وادي بقى الكره الاماميه الملعوبه من لاعبي نادي طلائع الجيش في مباراه اليوم، انما تطلع وتطول وتبقى رمي التماس، من اللاعب ايهاب احمد، رمي التماس لصالح نادي الاهلي. اسلام عبد الله، بيلعب الكره الاماميه، وتصل الكره مره ثانيه، وحكم اللقاء ما اداش حاجه للاعب سمير، ولسه الهجمه لصالح نادي طلائع الجيش، كره في وسط الملعب، بن داري عبد السلام بيلعب الكره الاماميه انما ابراهيم عبد الحكيم، شوف ابراهيم عبد الحكيم كل الكرات يعني بيقطعها، عامل حائط صد رائع جدا الحقيقه امام منطقه جزاء النادي الاهلي. ادي الكره البينيه، حلوه الفكره، من اللاعب رمضان محمود، وتمريره كده في اتجاه اللاعب محمد عصام، انما حارس المرمى مصطفى مخلوف رغم يعني ندره الكرات اللي بتجيله، انما الراجل صاحي ومصحصح كده وطالع وقافل وماسك الكره بشكل جيد جدا. وشفنا كوره ايضا في الشوط الاول، يعني زي ما قلت واتكلمت ان الستارت بتاعه رائع جدا، وتوقيت خروجه للكره مميز، وخلي بالك بياخد الكره بدون ما يرتكب مخالفه على المهاجم، وده شيء جيد جدا يعني بقى الحارس مصطفى مخلوف الحقيقه، حارس مرمى النادي الاهلي في مباراه اليوم. مشاهدينا الاعزاء، كل التحيه ايضا للمدير، لمدرب بقى حراس المرمى كابتن خالد عثمان، وقبله طبعا للكابتن احمد ناجي المشرف على حراس المرمى بقطاع الناشئين للنادي الاهلي. تتلعب الكره مره ثانيه، وتصل ناحيه اليمين لصالح اللاعب محمد بسام، لنادي طلائع الجيش. تتلعب الكره مره اخرى وتوصل ناحيه اليمين هناك، هذه الهجمات والتحضير كده للاعبي طلائع الجيش، وشوف بقى الضغط اللي بيعمله على طول وبينفذه اللاعب سمير محمد. تتلعب الكره اماميه وتوصل هناك ناحيه الشمال للاعب محمد اسامه، ومحمد اسامه تصويبه انما تصل سهله الى حارس المرمى مصطفى مخلوف، حارس مرمى النادي الاهلي. ادي مصطفى مخلوف بيلعب الكره ناحيه اليمين، وادي الاعاده، وادي التصويبه من اللاعب محمد اسامه، لعيب نشيط ولعيب متحرك، ولكن وصلت الى حارس المرمى مصطفى مخلوف. ابراهيم عبد الحكيم لمصطفى مخلوف، مصطفى بيلعب الكره الاماميه، توصل مره تانية للاعبي طلائع الجيش. وادي على طول مازن اسامه، عاليه ومعديه، محاوله من اللاعب طايمه، توصل في وسط الملعب مره تانية، واستلام بشكل جيد من عبد الرحمن شريف هناك ناحيه شمال للنادي الاهلي، انما الكره تمر الى خارج الملعب وتطلع وتبقى رميه تماس لصالح نادي طلائع الجيش من ناحيه اليمين. مشاهدينا الاعزاء، نلعب في الدقيقه 79، خلاص اقتربنا من يعني العشر دقائق الأخيرة من عمر وأحداث هذا اللقاء مشاهدينا، والأهلي متقدم على طلائع الجيش بهدفين مقابل لا شيء سمير محمد وعبد الرحمن شريف. تتلعب الكرة أمامية وتوصل مرة تانية في وسط الملعب للنادي الأهلي، إنما اتقطعت ورجعت لطلائع الجيش. أدي الكرة، إنما الشوط الثاني الحقيقة أهدى من اللي كان عليه الشوط الأول، أعتقد كان أفضل يعني على مستوى الأداء. الأهلي متقدم بهدفين مقابل لا شيء حتى الآن، يحافظ على الصدارة، ترتيب جدول المسابقة. مشاهدينا الاعزاء، اللي الاهلي كان بيمتلك 39 نقطه ما قبل بدايه احداث هذا اللقاء، ان شاء الله يوصل للنقطه 42،
ادي انطلاقه من ناحيه اليمين للاعب ميدو نبيل، هجمه بقى للنادي الاهلي، هل يصحصحونا دلوقتي؟ ادي ميدو نبيل، ميدو نبيل بيلعب الكره مره ثانيه في الخلف عند اللاعب مصطفى ابو الخير، مصطفى بيلعبها لطعيمه، طعيمه بيفتح الملعب هناك عند اللاعب مازن اسامه، مازن بيلعب الكره العرضيه، وادي اللمسه الراسيه ومعديه من الاثنين من عبد الرحمن شريف ومن اللاعب سمير محمد، وترجع الكره لعبد الجواد، عبد الجواد بيلعبها لميدو نبيل ناحيه اليمين، ادي ميدو نبيل، شفنا العرضيه من مازن اسامه، وادي ميدو نبيل بيلعب بقى الكره العرضيه مرة. يا ولد يا عبد الجواد، عد حلو يا عبد الجواد، ولكن اتقطعت ورجعت الهجمه لصالح بن داري عبد السلام، انما توصل لابراهيم عبد الحكيم اللي دايما كل الكرات الطوليه بيجيبها وبيقطعها بشكل جيد جدا اللاعب ابراهيم عبد الحكيم. كل هجمات نادي طلائع الجيش بتنتهي عند اللاعب ابراهيم عبد الحكيم، لاعب ومدافع النادي الاهلي في مباراه اليوم، اللاعب المميز. اسلام عبد الله بيلعب الكره هناك ناحيه الشمال، وادي الاستلام والمحاوله من اللاعب، يا ولد يا لعيب يا احمد يا اشرف، ايه الجمال ده؟ بيلعب كره بينيه حلوه خطره جدا، وادي بقى اللاعب سمير محمد محاوله في هذه اللحظات مشاهدينا الاعزاء، انما توصل الكره مره ثانيه للنادي الاهلي في احداث هذا اللقاء عن طريق اللاعب طايمه. اسلام، اسلام بيلعب كره بينيه، مصطفى ابو الخير، ومصطفى ابو الخير وتصويبه، تصويبه بقى من اللاعب مصطفى ابو الخير، انما ترجع الكره مره ثانيه وتصل في وسط الملعب اسلام عبد الله، اماميه من اسلام عبد الله، وتتلاعب الكره مره ثانيه، توصل هنا ناحيه اليمين لصالح لاعبي النادي الاهلي، تتلاعب الكره مره ثانيه عن طريق اللاعب عبد الجواد عبد الرحمن، ابراهيم عبد الحكيم، ابراهيم عبد الحكيم بيلعبها مره ثانيه لاسلام عبد الله، اسلام عبد الله بيفتح الملعب هناك ناحيه الشمال، استلام ومحاوله ومرور بشكل جيد جدا من لاعب مميز طبعا للنادي الاهلي اللي هو احمد اشرف، تتلعب الكوره وتوصل مره ثانيه للنادي الاهلي، وادي الفاول من ناحيه الشمال لصالح لاعبي النادي الاهلي في مباراه اليوم مشاهدينا الاعزاء. ركله حره للنادي الاهلي، ركله حره للنادي الاهلي مازن اسامه، ركله حره للنادي الاهلي من ناحيه الشمال في مباراه اليوم مشاهدينا الاعزاء. اسلام عبد الله هيلعب الكره، اسلام بيلعب الكره الاماميه العاليه على حدود منطقه الجزاء، لمسه راسيه كده من وادي خطره جدا داخل منطقه الجزاء عند اللاعب طايمه، طايمه لسه الكره مع طايمه، بيحاول طايمه وبيلعب الكره ناحيه الشمال، وادي العرضيه انما على طول بيطلع دفاع نادي طلائع الجيش، وتصويبه مره ثانيه خطره ومحاوله في اتجاه اللاعب سمير وعبد الرحمن، ولسه الكره رايحه وجايه داخل منطقه الجزاء، توصل لابو الخير وتصويبه مره ثانيه سمير، ومره ثانيه سمير لابو الخير وبيلمس، ويعني حاله من الارتباك والدربكه كده داخل منطقه الجزاء، ولكن على طول بيفض الاشتباك بقى احمد عباس حارس مرمى نادي طلائع الجيش، وبيمسك الكره وبيلعبها اماميه الى خارج الملعب، وطلعت وبقت رميه تماس لصالح النادي الاهلي. ادي العرضيه، ادي العرضيه في اللقطه الماضيه، والمحاوله بقى والكره اللي كانت يعني خطره جدا داخل منطقه الجزاء، وحاله من الارتباك كده ويعني من مدافعي نادي طلائع الجيش، والتكمله الهجوميه من لاعبي النادي الاهلي، ويعني الاستلام في اللقطه الماضيه لامام حضراتكم من اللاعب اللي هو طبعا عبد الرحمن شريف، لعبها لابو الخير اللي سدد ورجعت لسمير محمد، وادي سمير محمد بيسند لابو الخير اللي بيركن الكره بباطن القدم، انما يعني حظه ما كانش كويس واصطدمت الكره باللاعب مؤمن عبد العاطي وضاعت الهجمه للنادي الاهلي، انما توصل مره ثانيه هناك ناحيه شمال، ادي الانطلاقه، ادي الانطلاقه والمرور والعرضيه المنتهى الخطوره الحقيقه، انما توصل مره ثانيه وعرضيه مره اخرى خطره داخل منطقه الجزاء، وادي المحاوله في اتجاه اللاعب ميدو نبيل، والثالث 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 في مباراه اليوم، والثالث في مباراه اليوم مشاهدينا الاعزاء، سمير محمد، سمير محمد بيسجل، بيسجل بقى النهارده، يعني يوم النهارده سمير الحقيقه، وبيسجل الهدف الثالث في احداث هذا اللقاء، ادي الكره الجميله، وادي اللمسه، وادي العرضيه داخل منطقة الجزاء وفي اتجاه اللاعب ميدو عبد الرحمن، عبد الرحمن، وادي بقى سمير يا ولد يا لعيب يا سمير بيكمل في اللقطة الماضية وبيسجل الهدف يعني الثاني أو الثالث بقى للنادي الأهلي في مباراة اليوم على طلائع الجيش مشاهدين الأعزاء. اللاعب سمير محمد كان عنده 7 أهداف قبل أحداث هذا اللقاء، وبيصل للرقم 9 على المستوى الشخصي ليه في دوري هذا الموسم. سمير محمد بيسجل 9 أهداف في دوري هذا الموسم بالهدفين بتوع النهارده، حاجه جميله جدا، سمير محمد ولاعب مميز ولاعب هداف ولاعب من اللاعبين الرائعين جدا في تشكيل المدير الفني كابتن احمد عبد الظاهر وقطاع الناشئين العامر والمليء باللآلئ والجواهر الجميله جدا من اللاعبين الحقيقه، في اكتر من لاعب مميز في قطاعات الناشئين في النادي الاهلي في كل الفرق يعني وكل بقى المراحل السنية الحقيقة، بنشوف لعيبة مميزين جدا، بنشوف لعيبة مميزين جدا، ودي حاجة كويسة، وإن شاء الله نشوف منهم نجوم كبار بقى في كرة القدم المصرية مشاهدينا الأعزاء. أدي كرة تتلعب مرة تانية لنادي طلائع الجيش،
نادي طلائع الجيش اللي فضل متراجع، والاهلي استغل الامور دي وقدر بقى ان هو يعني يسجل الهدف الثالث ويضيف الهدف الثالث في مباراه اليوم لصالح لاعبي النادي الاهلي في احداث هذا اللقاء مشاهدينا الاعزاء. ترجع الكره مره ثانيه للحارس احمد عباس، حارس مرمى نادي طلائع الجيش. نقل بقى مباشر لقناه النادي الاهلي لمباريات قطاع الناشئين وتسليط الضوء على هؤلاء اللاعبين، وحاجه جميله وحاجه محترمه وحاجه مميزه، ويعني كل بقى جماهير النادي الاهلي وايضا كل جماهير كره القدم المصريه والمهتمين بقطاعات الناشئين بيتابعوا المباريات على الهواء مباشره عبر شاشه قناه النادي الاهلي، وبيتفرجوا على اللعيبه دول وبيشوفوهم، وطبعا الجهاز الفني بقياده المدير الفني مارسيل كولر. ادي تصويبه انما تصل سهله الى حارس المرمى مصطفى مخلوف. مارسيل كولر بقى والجهاز الفني والاداري للنادي الاهلي بيتابعوا المباريات وبيتفرجوا وبيشوفوا هؤلاء اللاعبين، في بعض الاحيان بيكونوا متواجدين في الملعب اذا سمحت الظروف، وان لم تسمح الظروف بالتاكيد بيكون في متابعه من خلال شاشه قناه النادي الاهلي، ودي فرصه جيده جدا لهؤلاء اللاعبين علشان يتم تصعيدهم بقى للدرجه الاولى ويتالقوا في كره القدم المصري. تبديلات من قبل المدير الفني كابتن وجيه عبد العظيم لنادي طلائع الجيش. من اللعيبه كده واقفين على الخط زي ما حضراتكم شايفين، شايف انا اياد وليد لاعب نادي طلائع الجيش. وادي التبديلات في مباراه اليوم، يعني موقف صعب جدا لنادي طلائع الجيش اللي متاخر حتى الان مشاهدينا الاعزاء بثلاث اهداف امام النادي الاهلي في احداث هذا اللقاء. والتبديلات بقى اللي اجراها الكابتن وجيه عبد العظيم المدير الفني لنادي طلائع الجيش في مباراه اليوم، وادي ايضا يعني رباعي بقى تبديلات كده من جانب ايضا المدير الفني كابتن احمد عبد الظاهر للنادي الاهلي. شايف انا سمير محمد بيخرج، وبيخرج ايضا اللاعب ميدو نبيل، وهنشوف بقى اللعيبه اللي بينزلوا من جانب المدير الفني كابتن احمد عبد الظاهر للنادي الاهلي في مباراه اليوم. ايضا مصطفى بالخير بيغادر ارض الملعب، بدلاء الاهلي طارق حسين، طارق حسن، سعد محمد، يوسف عاطف، عبد الله مصطفى، محمود حمدي، عبد الرحمن رشدان، احمد اشرف اللي كان نزل، ويوسف شريف، واسامه احمد. طبعا تبديلات من قبل بقى المدير الفني للنادي الاهلي في مباراه اليوم كابتن احمد عبد الظاهر، اربع تبديلات شفناهم منذ لحظات يعني، وفرصه بقى للاعيبه انها تشارك في المباراه ويلعبوا. شايف انا عبد الله مصطفى دي اول واحد من اللعيبه اللي نزلوا في ارض الملعب، وتتلعب الكره مره ثانيه لنادي طلائع الجيش في مباراه اليوم مشاهدينا الاعزاء مشاهدي شاشه قناه الاهلي. الاهلي المتقدم على طلائع الجيش بثلاث اهداف مقابل لا شيء، وايضا شايف انا اللاعب سعد محمد متواجد في ارض الملعب، و محمود حمدي ايضا. تتلعب الكوره وتوصل عرضيه عاليه داخل منطقه الجزاء، بيطلع دفاع النادي الاهلي عن طريق اللاعب عبد الجواد عبد الرحمن، وتوصل الكوره هناك ناحيه اليمين لصالح نادي طلائع الجيش، وكره عرضيه خطيره لكن بيطلع اسلام وتوصل هناك ناحيه شمال. ادي الانطلاقه بقى، ادي الانطلاقه، ادي الكره الحلوه، ادي احمد اشرف بيعدي وماشي، يتقدم الامام وماشي، عدى حلو قوي، لعب الكره مره ثانيه هناك ناحيه شمال، وادي العرضيه من حمدي، عرضيه خطيره جدا وتوصل بقى ناحيه اليمين، هنا استلام بشكل جيد الحقيقه من اللاعب عبد الله مصطفى. عبد الله مصطفى، التبديلات بقى والتنشيط الهجومي للنادي الاهلي، استلام على حدود منطقه الجزاء وتوصل الكره مره ثانيه لطايمه، طايمه بيفتح الملعب هناك ناحيه شمال، استلام امامنا من اللاعب مازن، وعلى طول تتلعب الكره هناك، واسلام عبد الله، اسلام عبد الله، اسلام عبد الله مكمل المره دي، اسلام عدى حلو، اسلام عدى حلو، اسلام ولعب الكره الخطيره، وادي المحاوله بقى على حدود منطقه الجزاء، عبد الله مصطفى وتصويبه، اتاخر شويه عبد الله، احمد اشرف، احمد اشرف وتصويبه امام بقى انظار الكابتن وليد سليمان المدير الفني بقى، ويعني رئيس قطاع الناشئين للنادي الاهلي، ويعني ادي امامنا الكوره، ادي امامنا الكوره، وادي الاستلام بقى امامنا من اللاعب عبد الله مصطفى في اللقطه الماضيه، والتصويبه اللي رجعت لاحمد اشرف اللي هو بالمناسبه اخو اللاعب محمد اشرف المعار لنادي زد، واحد من اللعيبه المتالقين جدا، واستعمل القوه بقى على حساب الدقه في اللقطه الماضيه، وطلعت الكره الى خارج الملعب. كان هيبقى شيء جيد جدا ان احمد اشرف يعود بقى من الاصابه ويقدر ان هو يسجل في المباراه، ولكن هو لعيب جيد جدا ولعيب من اللعيبه المميزه مشاهدينا الاعزاء في فريق 2003 للنادي الاهلي. ادي امامنا الكابتن وليد سليمان، واحد من النجوم الكبار جدا بقى في تاريخ النادي الاهلي، ويعني واحد من اللعيبه اللي الكل حبهم من كل يعني عشاق وجماهير النادي الاهلي وعشاق كره القدم المصريه بوجه عام. كابتن وليد سليمان واحد من النجوم الكبار جدا اللي ليهم تاريخ بقى مع النادي الاهلي الحقيقي. توصل الكره مره ثانيه وتوصل ناحيه الشمال لصالح
لاعبي نادي طلائع الجيش، انما تتلعب الكوره اماميه في اتجاه اللاعب يوسف عاطف. يوسف عاطف، شكرا، يوسف عاطف، مش عايز منك يبقى حاجة. سعد محمد ويوسف عاطف وعبد الله مصطفى ومحمود حمدي هم الاربعه اللي تم تبديلهم. تتلعب الكوره او اللي هم نزلوا يعني وشاركوا في المباراه. ملعوبه الكوره في اتجاه اللاعب سعد محمد، وادي الهجمه للنادي الاهلي في مباراه اليوم عن طريق اللاعب محمود حمدي، انما اتقطعت ووصلت مره تانية لنادي طلائع الجيش. بنلعب في الدقيقه 90 والاخيره مشاهدينا الاعزاء من عمر واحداث هذا اللقاء، والاهلي اصبح متقدم بثلاث اهداف مقابل لا شيء بعد ما سجل بقى اللاعب سمير محمد الهدف الثالث قبل ان يغادر. سجل هدفين في مباراه اليوم وهو هداف الفرقه، عنده 9 اهداف، لانه قبل هذا اللقاء زي ما قلنا كان لديه 7 اهداف كان سجلهم في مرمى المقاولون وفيوتشر هدفين وزد وبيراميدز وطنطا، والنهارده ايضا سجل هدفين. ودي كره خطيره في اتجاه بقى امامنا هنا اللاعب عبد الجواد عبد الرحمن، ودي امامنا الكابتن الكبير والتاريخ الكبير طبعا الكابتن احمد ناجي المشرف على يعني حراس المرمى بقطاع الناشئين بالنادي الاهلي، واحد من الكباتن التاريخيين طبعا لكرة القدم المصرية وللنادي الاهلي، مع الكابتن بقى بدر رجب مدير الفني للقطاع اللي الحقيقة طبعا لديه بصمات مميزة جدا في اكتشاف العديد والعديد من اللاعبين الكابتن بدر رجب، وشفنا التعليمات اللي مديها يعني المديرين الفنيين في القطاع انه اللاعب ما يلعبش في مركز واحد بس، لا ده يلعب في اكتر من مركز، يعني تنوع بقى في المراكز للعيبة علشان يكونوا جاهزين ويعني تحت إمرة بقى الجهاز الفني للنادي الأهلي ومارسيل كولر، ودي حاجة كويسة جدا اللاعب يلعب في أكتر من مركز ويتعود على أكتر من مركز. يعني الانطلاقة وتوصل الكرة مرة تانية في وسط الملعب لطعيمة، طعيمة عنده فرصة، طعيمة عنده فرصة، بيلعب كرة بينية حلوة ناحية شمال، وادي المحاولة بقى عبد الله مصطفى على شماله، عبد الله عايز يلعب البينية، عايز يلعب البينية في اتجاه اللاعب محمد حمدي أو محمود حمدي. ومشاهدينا الأعزاء هنشوف في لاعب واقع في ارض الملعب كده من لاعبي نادي طلائع الجيش في مباراه اليوم، نتمنى له السلامه بالمناسبه يعني الف سلامه عليه طبعا لاعب نادي طلائع الجيش اللي واقع على ارض الملعب. شفنا طبعا تالق للنادي الاهلي وقطاع الناشئين، الاهلي مواليد 2005 كان حقق الانتصار على الجونه ب4 اهداف مقابل هدف واحد. ادي امامنا طبعا الكابتن محمد شوقي، واحد ايضا من النجوم الكبار جدا لكره القدم المصريه والنادي الاهلي، يعني اسماء كبيره جدا واسماء تاريخيه متواجده في قطاع الناشئين للنادي الاهلي، الكباتن الكبار بقى كابتن وليد سليمان، كابتن محمد شوقي، وطبعا الكابتن الكبير كابتن بدر رجب والكابتن احمد ناجي ايضا. وادي الاعاده للهدف اللي كان سجله اللاعب سمير اللي هو الهدف الثالث للنادي الاهلي، والمتابعه الجيده ولمس الكره الى داخل الشباك زي ما قلنا علشان يسجل الهدف التاسع ليها على المستوى الشخصي في دوري هذا الموسم والثالث للنادي الاهلي في مباراه اليوم. وكنا بنتكلم وبنقول الاهلي 2005 كان حقق انتصار على الجونه ب4 اهداف مقابل هدف وحيد مع المدير الفني كابتن حسن محمد، عبد الله بستانجي كان سجل، محمد رأفت ومحمد عبد الله واحمد وحيد. ادي امامنا لقطه سعاده على الوجوه للكباتن الكبار بالاداء والنتيجه النهارده للنادي الاهلي وصداره دوري الجمهوريه مواليد 2003. مشاهدينا الاعزاء دايما الاهلي بيتواجد في الصداره، هم جينات يا جماعه، هم واخدين على كده طبعا، ودايما بيتالقوا بيسجلوا اهداف ويحققوا بطولات، لعيبه من مراحل البراعم للناشئين يعني كلها، وحتى يصل الى الفيرست دايما اللاعب بيلعب على البطوله، بيلعب على ال3 نقاط، بيلعب على ال3 نقط، وبيلعب على دايما ان هو يعني يكون البطل. هو ده قدر لاعب النادي الاهلي، اسعاد جماهيرهم، الجماهير الكبيره والجماهير العريضه اللي دايما مسانده للكيان وللنادي الاهلي الحقيقه، ودايما في ظهره، شفناهم في السعوديه وشفناهم يعني في كاس العالم للانديه وفي كل مكان، وشفناهم في الامارات ايضا في كاس السوبر، الجماهير الجميله دايما اللي بتؤازر النادي الاهلي. وادي امامنا الكابتن محمد شوقي اللي بيتواجد مع الاهلي، والراجل واقف على الخط كده بيتابع المباراه ودايما بيكون موجود مع كل الفرق في قطاعات الناشئين، ويعني شيء جيد وشيء جميل، وكل الشكر طبعا للكباتن الكبار كابتن وليد سليمان وكابتن محمد شوقي وكابتن بدر رجب وكابتن طبعا احمد ناجي، ولكل مدربي قطاع الناشئين والاداريين في النادي الاهلي الحقيقه على الاداء المميز وعلى النتائج الجيده اللي دايما بنشوفها مشاهدينا الاعزاء في قطاع الناشئين للنادي الاهلي، اللي ان شاء الله باذن الله كعادته دايما يقدم نجوم كبار لكره القدم المصريه. هجمه خطره، خطره ومحاوله وتصويبه مره ثانيه، مش ممكن يا راجل، مش ممكن بقى هنا اللاعب محمد علي لاعب طلائع الجيش
بيضيع فرصه كان يقدر يسجل هدف اول لنادي طلائع الجيش في مباراه اليوم في الدقيقه 95، انما زي قلنا قبل كده وبنقولها مره تانية، الاهلي بس هو اللي بيسجل في البلاس 90، الاهلي بس هو ملوك ال 90، ادي الكوره وادي التصويبه والى خارج الملعب وطلعت وبقت ركله مرمى في مباراه اليوم. عايزين يشوفوا الماتش. يعني تاحه كان سجل في البلاس 90 وملوك ال 90 بقى في مباراه الزمالك 2007. ترجع الكره مره تانية، ادي انطلاقه من ناحيه الشمال لصالح النادي الاهلي، بنلعب في الدقيقه الخامسه من الوقت المحتسب بدلا من الضائع لاحداث الشوط الثاني والمباراه. الاهلي متقدم على طلائع الجيش بثلاث اهداف مقابل لا شيء. مشاهدينا الاعزاء، الجوله 19 دوري الجمهوريه مواليد 2003، وفي هذه اللحظات كابتن طارق مجدي ينهي احداث هذا اللقاء. زي ما قلنا الاهلي 3 طلائع الجيش لا شيء، والى مزيد من البطولات والانتصارات للنادي الاهلي والمحافظه على صداره جدول الترتيب. مشاهدينا الاعزاء، سعدت بحضراتكم المعلق الرياضي تامر عبد السلام، والى ان نلتقي في مباريات اخرى قادمه تقبلوا مني كل التحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.